اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ابشر. مثل ما تشوفون احنا هنا بمنطقه اسمها البندقيه الموجوده بالخضراء ببغداد. شوفوها اكو جسر، شو يسموها، قنطره، شو يسموها. ومثل ما تشوفون هذه المياه الاسنه الموجوده واللي بها بطاله، طابوق، فلين، تكرمون احذيه، كل شيء بها، كرتونات، وطبعا حشرات كثيره، وكلها هاي ناقله للامراض. موجودة بوين؟ بهذا المكان اللي هو موجود بالعراق، خصوصا وين؟ في بابل. احنا بعدنا بابل، نكمل وياكم حلقاتنا ونلتقي بالناس الموجودين بهاي المنطقة، وايضا نلتقي باخوة ربما عندهم حلول حتى ينتشلون دول المواطنين العراقيين من هاي المأساة الكبيرة. زين؟ وبالتالي مشاهدينا الكرام احنا في منطقة حي الشهداء. السلام عليكم استاذ، شلونك عيني؟ شلون الصحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ لطفا تعال يمي، الله يحفظك. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. السلام عليكم. اقول لك هاي المنطقة شو اسمها؟ حي الشهداء. حي الشهداء. اي. حي الشهداء. حي الشهداء. زين. و وين تحديدا؟ هذا شارع الجنة. شارع 80 هذا. اي. شارع الطهمازيه. اي شارع الطهمازيه، وهاي عندك مدرسه الاضواء. نعم والله. اي بس هي هاي نقصها لا مجاري لا شوارع. بس هاي بس بزل هذا. وبشتة هذا شنو هذا البزل؟ يعني خالي حتى شنو يعني تصريف مجاري؟ مو مال مجاري. لا هاي السر مطر هنا. ايه؟ هذا يغرق شارع. اي يظل يذبون بي ويروح هيك. والله. وزين وهاي الجماعة الموجودين هنا شنو؟ هاي تجاوز. تجاوز. أي. زين عراقيين؟ اي عراقي. يحجون عراقي؟ اي عراقيين. وبالتالي لهم حق يقعدون ببيت بخير؟ لا ليش؟ تمام ولا مو تمام؟ اي. اذا من نقول تجاوز لان هو حال الضيم حاله فاجى قاعد هنا. ما عنده بيت. مو؟ اي ما عنده بيت. متجاوز ولكن مظلوم. صح. مو؟ اي. اذا المشاهدين الكرام عرفنا المكان احنا وين؟ خلي نشوف المواطنين العراقيين اللي قاعدين بهاي المنطقة شنو معاناته. خليكم ويانا مشاهدينا الكرام ونريد نفتهم اكثر شلون مرتبين امورهم، كهرباء عندهم لو ما عندهم، شنو وضعهم المادي، شو يريدون ما يريدون، شنو احلامهم، شنو طموحاتهم. هم عراقيين اصلاء، وبالتالي المفروض يعني اكو اهتمام بيهم، هذا الاهتمام يكون على نطاق واسع من خلال منو؟ السادة المسؤولين اللي هم منو؟ المحافظ وكذلك مجلس المحافظة إلى غير ذلك. السلام عليكم حجي. عليكم. شلونك؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ الله يخليك، الله يحفظك. عرفنا بنفسك. أنا حسن. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله عمي. الله ويحفظك. الله يوفقك. عمي هذا كم بيت هنا أنا موجود؟ والله خلنا اسال عليهم لانه الذاكره. السلام ورحمه الله. ايش بيها الذاكره مالتك؟ ايش بيها الذاكره مالتك؟ والله شوي تعبان. اي والله تقريبا فوق 30 بيت. انت ساكن هنا؟ اي والله هنا. كم واحد وياك بالبيت؟ يعني وياي ابني. ابنك؟ وزوجاته وياي. هنا قاعد؟ اي قاعد. يقولون متجاوزين انتو. اي متجاوزين. شنو السبب؟ ليش تجاوزت؟ ما عدنا ناس من ساعتنا ما عدنا. كنا بديش قرية مع حمزة الدليل. وبعدين قيم مقام دخلنا حطنا هنا. وبقينا بيتنا عاد تجاوز ما عدنا. ايه. لا عدنا نشتري. ايه. ولا عدنا مكنة نبي. وظالين بهالوضعية. زين انت عندك تقاعد؟ والله عندي رعاية. رعاية؟ ايوه. شقد تستلم بالشهر؟ والله 55000. شقد؟ 55000. 55000؟ ايوه. 155. 155. ايوه. وهذا خوش مبلغ زين لو قليل؟ والله هو هذا الوصفه ما يسوي لي وحده، يعني الدكتور وحده ما يسوي لي. هذا وكيل. ما يكفي. ما يكفي. انت هواية تراجع للطبيب؟ كل اسبوع لازم اني اجيب العلاج واراجع طبيب. شنو عندك انت؟ أنا عندي ضعف بالقلب. ضعف بالقلب. وعندي نقص دم. يعني كل ست شهور لازم أجيب دم. وعندي شرايين واقفة بالبيت. فما أقدر أمشي، هاي قعدت هنا. ما أقدر. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيك.
وبالتالي مشاهدينا الكرام يعني والله جينا دا نصور هذا المكان حجي حتى سادة المسؤولين يحسون شوية ويعيدون النظر بالتعامل ويا العوائل العراقية المنكوبة. احنا والله العظيم نفطر بيتكم ونكيف بيكم ويا ليتنا انتم تجونا وتنظرون هاي الحاله وهاي العوائل. الله يحفظك. والله العظيم عندنا اطفال اذا مطر الدنيا ما نقدر نمديها للمدرسه. هاي ما هي سر لهنا. يعني كل هاي المنطقه تغرق ما هي لهنا الا يجيبون ناجر مطر ونسحبها للبزاره. انا اشكرك اشكرك حجي. شكرا جزيلا. وبالتالي وبالتالي مشاهدينا الكرام يعني هاي وحدة من الشخصيات اللي تسكن بهذه المنطقة اللي هي أعتقد يعني متعب كلش يعني مثل ما تشوفون هاي الصورة يعني هي من تتحدث وهي من تعبر وهي من تنقل الحقيقة. وبالتالي إحنا العشوائيات الموجودة أو يسموها التجاوزات يعني غير المفروض يكون إلها حلول وهاي الحلول تكون جذرية. زين ليش ما تبلونه بنفس المكان؟ بيوت واطئة الكلفة. فكرة بيوت الواطئة الكلفة ليش ما تتنفذ؟ يعني احنا من جينا من بغداد إلى بابل الله وكيلكم مساحات شاسعة كلها هيش فراغ. وحتى مدخل بابل وحتى المناطق القريبة من تبدي تدخل للمحافظة بشكل مباشر تشوف انه يعني مساحات فارغه متروكه هيك يعني ها هي. زين الدوله ليش ما تفكر تبني بيوت واطئه الكلفه، مجمعات سكنيه بيوت واطئه الكلفه تكرم هذه العوائل العراقيه المنكوبه، تسوي لهم مدرسه، تسوي لهم مستوصف، تسوي لهم مجاري، مي، كهرباء. يعني انا بس اريد اسال سؤال، العائله اللي تسكن بهذا المكان اكيد عندهم اطفال وبالتالي لازم يروحون مدرسة. هذا الطفل اللي قاعد بهذا المكان ومع احترامنا إلهم كلهم أهلنا وأخوتنا كلهم على رأسنا نخليهم، ولكن من يروح للمدرسة ويقارن بينه وبين زملاء اللي هم قاعدين في مناطق مرتبة خلينا نقول شي يقول بيه نفسه؟ ما تصير عنده عقد نفسية؟ يشعر بالانتماء؟ يقول أني أحب بلدي؟ لو يقول أني انظلمت، أني ما حد دار باله علي، مستوى دراسي شلون راح يكون؟ يكون متفوق؟ لو يكون متلكئ بالدراسة؟ لو يترك الدراسة من أجل أنه يساعد أبوه اللي صحته مو زينة واللي مثلا كل أسبوع لازم يراجع طبيب أو ياخذ دواء وهو كله عنده 155,000 دينار مال رعاية تكفيه وما أعرف. وحلول مؤجلة. سواء واحد يقول مو هاي أرض ما تابعة يعني هاي تابعة لجهات وبالتالي من تابعة لجهات يعني لوزارات وهاي الوزارة ما تقبل، ربما تريد تنطي الموظف إيش زين طلعوا من هاي الدائرة، طلعوا من هاي الدائرة وابن بيوت واطئة الكلفة في أماكن أخرى. على كل هسه إحنا نريد حلول. تفضل أستاذ خليكم مشاهد الكرام ويانا، أريد أعرفكم على شخصية ربما عندها حل، يعني ربما عندها حل لانتشال هذه العوائل وغيرها المتواجدين هنا في بابل. وأنا متأكد أكو الكثير الكثير من العشوائيات التي تغزو بابل مثل ما تغزو بغداد وكل المحافظات العراقية. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. شلونك؟ شلون صح؟ مرتاح إن شاء الله؟ ممكن تعرفني بنفسك؟ المهندس الاستشاري محسن المسعودي، مرشح قائمة تبشر يا عراق 243/7. الشرف فيك، أتمنى لك التوفيق. وبالتالي أنت مهندس؟ نعم. يعني أبو مهندس استشاري وأبو اختصاص. أكيد. إلى متى تبقى هاي العوائل العراقية ساكنة بهيج مكان؟ شوف أستاذ، هذه لازم أكو حلول مركزية. هاي محافظة ما تقدر تحلها، لكن شنو دور مجلس المحافظة؟ يشخص هاي ويطيح حلول. هذا المكان نحن اللي واقفين به مخصص تخطيط العمراني، ساحة خضراء، مستوصف، مدارس، يعني أبنية عامة، يعني خدمات عامة. الناس هذول ما عندهم سكن، إجوا وقعدوا هنا، قعدوا هنا، هاي متصير أمطار يغرقون. الحل شنو هذا؟ حل الدولة تبني لهم عتلة بناء عمودي يعطيهم شقق سكنهم. احنا عندنا 11 عشوائية عدا الصغار، يعني عشوائيات الكبيرة
بابل 11 عشوائية عندنا. كل عشوائية ايش قد بيها؟ مركز ما يقل عن 300 400 حتى كو 600 بيت يعني اكو عشوائيات. هذول لازم يعني تشوف لهم حل الدولة. طبعا هذول لا مجاري لا ابدا ابدا من تجي الامطار حتى البيوت توقع عليهم. يصير عندنا صعبات وغرقون غرقون تماما يعني ومياه آسنة. شوف هسه اذا شفت هذا المبزل اذا شفته هذا المبزل من الاحياء الرسمية يعني نسميها العقار الاحياء الدولة. هاي هناك اكو مضخة هسه ان شاء الله اذا صوروها هاي المضخة تجيب من الاحياء اسمها البزل بيصير انسداد راح تغرق هاي المناطق كلها مو بس المنطقة العشوائية تغرق حتى هذا الحي يصير غريق. وبالتالي انت ان شاء الله اذا ترشحت وصرت عضو مجلس محافظة بابل شنو تقدر تسوي للعشوائيات؟ هسه على الاقل اكو حالات طارئه هسه احنا مثلا الحكومه المركزيه تقول اني ما اقدر ابني لهم مثلا الان مجمعات سكنيه واطئه الكلفه بيوت واطئه الكلفه 100 متر البيت هسه اطلعهم خارج المدينه وما يقبلون. هسه وين بتبني لهم خارج المدينه اذا مكان مرتب وزين ومبلط وكذا بيوت واطئه الكلفه يروحون. لكن هسه انت اليوم شو تسوي لهم اليوم الان هسه احنا مو مجلس محافظه بعد لكن هسه اليوم المحافظه جهه تنفيذيه شو تسوي لهم؟ على الاقل تنظيف هاي المبازل، على الاقل تنظيف المبازل، هذا جاك موسم شتوي، زين المضخه اللي هناك المضخه هناك لا تجيب من الاحياء يعني وتذب على البزل هذا، المبزل ما يكفي تصريفه للمياه خاصه من تصير امطار، على الاقل هاي تنظيفها يعني هسه هذا اللي عبرتوا عليه هذا هذا المكان عبرتوا عليه الجسران هذا يعني تقريبا جذوع وهاي محطوط يعني على الاقل انابيب يا اخي. هسه الانابيب مو كلفه عاليه، على الاقل خليهم انابيب وسوي له تصريف الان في الوقت الحاضر، انت باكر يغرقون تصير منطقه منكوبه، انت لازم زين المسؤولين وينهم؟ ليش ما يبحثون عنهم؟ ليش ما يقول لهم حلول؟ يعني الى متى يعني احنا نحكي بالاعلام والمختصين يحكون بالاعلام ونفس الشيء؟ هذا كلام دقيق جدا، الان اكو منطقه فراغ. يعني مجلس محافظه ماكو يبقى بس الجهه التنفيذيه المحافظه، فماكو جهه رقابيه، ماكو جهه يعني مهتمه بهاي الناس يعني. او ما مثل ما شفنا احنا في اليوم مسؤول تنفيذي من الحكومه المركزيه او الحكومه المحليه حتى ما نذب كلها على الحكومه المحليه اجت فقد هاي الاحياء وزارها ما شفنا بس واحد يشوفنا بالتلفزيون يقول هو ايش يريد يسوي مجلس محافظه شنو دوره اصلا مجلس محافظه يقدر يضغط على الحكومه المحليه او المركزيه يعني هسه مثلا انت هسه شرع قوانين هذول هسه المقترح هسه انا اقترح عليهم انا الحكومه المحليه موافقه الحكومه المركزيه اسوي احنا بابل تحت مستوى الفقر معلومه من المحافظات الفقيره فلذلك هسه نقدر نسوي صندوق طوارئ هسه تقول لي هذا منين نجيب فلوس؟ احنا عندنا المرور عندنا الطابو عندنا البلديه هذه الاموال اللي تروح الحكومه المركزيه باعتبارها حكومه هاي عفوا محافظه منكوبه خلوا نص هاي الواردات خلوها بهذا صندوق الطوارئ من هذول يفيضون بالشتاء على الاقل جيب لهم يعني بطانيه جيب لهم سندويش بنل سوي لهم سقف خلي يقعدون به هسه راح تجي الشتاء ويصير هاي تصير الكوارث زين احنا وجايين تفضل سار احنا وجايين طريق حله كربلاء شفنا بنايه اعتقد مال مجلس محافظه متروكه ما مبنيه هذا مبنيه موضوع مكان لا شنو قصتها هذا موضوع المشاريع المتلكئه طبعا اهل الاختصاص يعرفون اني ايش اسولف ربما الناس مواطنين ما يعرفون اي مشروع تركه انت سنين يصير به اندثار يعني خساره مثلا هذه البنايه مال المحافظه او مجلس المحافظه يعني هذني صار لنا 10 سنين حوالي فصار به اندثار وهن نسبه الانجاز به يمكن متجاوزه 60 او 70% تمام؟ فذني صار به نسبه 10 سنين اي صار 10 سنين الاهم من هذا صار مجلس المحافظه تفضل تفضل يعني خلينا نكون يقول اهميته بالدرجه الثانيه زين لكن انت هسه شوف لو تباوع على هاي قدامك هاي هسه صاد لو تباوع هنا تفضل اي هسه لو توجه نظرك هاي على هالجهه شوف هاي الاعمده القائمه هاي المدارس هاي هدة مدارس كانت ها ذيك ذيك هاي المدارس هاي هاي المدارس هاي نتيجة هاي هم صار فوق العشر سنين هاي المدارس هاي الصب الجاهز لو شركة مقتدرة وتنفذ لطفا استاذ بسيج حتى هذا ست شهور المدرسة ست شهور صب الجاهز تكمل المدرسة ويقعدون بها الطلاب هذا صار لنا عشر سنين أدى شنو هذا؟ هدمنا مدارس وصارت الطلبة يداومون ثلاث وجبات في المدارس مو بس هاي المشكله ازدحام الطلبه اكو البعد الجغرافي يعني حملت على كاهل المواطن يعني اليوم المدرسه المهدومه هنا
ولازم يداوم دوام ثالث في مدرسة أخرى تبعد عنه فد 5-6 كيلومتر. هذا راح يسوي لازم يجيب دول أطفال ابتدائية أو متوسطة، لازم يوفر لهم خطوط. هاي هم يعني ثقيلة على المواطن يعني. يلتفت يوفر لهم خطوط ينقل أولاده يعني. وازدحام هذه المدارس يعني. يعني هذه يعني والله هذه نداء موجه للسيد رئيس الوزراء وزير التربية أنه هاي موضوع المدارس يعني يخلونه بأولوياتهم ويحلوه. مو بس محافظة بابل، أعتقد كل محافظات بنفس المشكلة. احنا صورنا وحقيقة في مناطق كثيرة والتقينا بأشخاص ذوي اختصاص وتربويين وعجونا قالوا لنا اكو مدارس دا تنبني ولكن يردون بعد أكثر. واحنا بدنا نسوي اللقاء، جاء شخص أب لي أسرة وعنده أطفال وكذا وهيك شيء، وقال أني دا أعاني من مدرسة من الدوام الثلاثي وكذا إلى غير ذلك. على كل طبعا احنا نتمنى لك التوفيق استاذ الله ان شاء الله. وما اعرف شنو رسالتك للمواطن، يعني المواطن اليوم عازف عن المشاركه ربما بالانتخابات، يعني هو عنده فتصور ربما سيء على مجالس المحافظات وطريقه التعامل وما دا يعرف الحقيقه وين، فشو تقول له؟ هناك ازمه ثقه بعض المرشحين، ما يؤسف. اولا يخلون الحياه ورديه، اكو وعود غير قادمه وليس اختصاص. أشوف أنا هنا يعني أنا أدعو الحكومة التنفيذية بما فيهم يعني من رئاسة الوزراء من رئيس الجمهورية خلينا نقول أنه يسوون فد معهد لكل واحد، يعني حتى لو دورة 3 شهور، وهذا ذاتي يعني تمويل ذاتي. أنا أريد أرشح مجلس محافظة، أدفع رسم وأروح أدخل المعهد، يشوفوني هذا المعهد مؤهلاني مجلس محافظة. هاي هناك مشكلة، هاي هنا مشكلة أثرت على المواطن. شنو هو؟ يجي هذا المرشح لمجلس محافظة مع احتراماتي هم كلهم إخواننا وأخواتنا، يعطي وعود هو ليس من اختصاصه أصلا وغير قادر على. فالعالم من يشوف هذا صار يعني مو صحيح الكلام، يعني ما نقدر يعني نريد نحاول بين في تقديم الخدمه فشل في تقديم فشل الخدمة. في تقديم الخدمه فشل في الوعود اللي قطعها على نفسه. فلذلك اللي صار شنو؟ عزفه العالم يقول لك مو ثقه. الان الناس ليش ما تروح الانتخابات؟ يقول لك ما يصير تغيير، انتخبنا مره اثنين ما يصير تغيير. بس احنا ندعو المواطنين الواعين ان يركزون على موضوع يشوفون من هو اهل الكفاءه والنزاهه. هسه انا ابن الحله وعمري 55 سنه، مهندس استشاري، اشتغلت بالقطاع الخاص. معظم وجوه الحله تعرفني معرفه شخصيه ومتعامله وياي كل القطاعات اللي انا اشتغلت بيها. هسه لازم صارت عندهم فكره اني هسه اني مؤهل هاي العمليه لو ما مؤهل. فالعالم لازم تقول كلمتها. بالتالي احنا خلصنا من موضوع التغيير بالبندقيه، خلص صار يوم التغيير صندوق الاقتراع. فاليوم الكره بملعب المواطن. انت تجيب الصالح نتيجة الصلاح، جيب الإنسان اللي ما يقدر المهمة الفاسد، هاي نتيجته، هاي النتيجة. نتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظك. وإن شاء الله يا رب تكون أنت يد العون حتى تقدم الخدمة لهذه العوائل العراقية حقيقة المنكوبة اللي تحتاج إلى وقفة وسند، وتشوفون إيش محتاجين ما محتاجين، وتتفقون على مثلا بناء لهم دور واطئة الكلفة بغية إسكانهم بشكل يليق بعراقيتهم وأصالتهم والخدمة اللي يقدموها بالعراق. شوف استاذ، يعني اكو امور تتعلق بمجالس المحافظات، اكو امور تتعلق بالحكومه المركزيه. العفو، الحكومه المركزيه لازم تاخذ قرار، مجلس المحافظ لازم يدعم هذا الموضوع ويسعى بهذا الموضوع، لانه هاي العمليه كانت يعني انت شوف اليوم مثلا 100 واحد هنا باكر يصيرون 200. هسه انت مثلا بالبدايه اجى سكن 100 متر، اجى ابنه تزوج اخذ 50 الى و50 الابنه، وهذا تشوف انت من حقه، من حقه يتزوج ومن حقه انه يعني يكونون اسره كبيره. هو مواطن عراقي له حقوق، بالتالي هذا شخص يعني مو احسن من عنده ابن المحافظه الفلانيه او ابن المنطقه الفلانيه، عراقي يتكلم عراقي، وبالتالي من حقه انه يعيش ويكون عنده نصيب بالدنيا ويكون طموح وعنده احلام. ولكن الظرف ما خدمه، أهمل من قبل الجهات المعنية، أجي دوركم هنا. هنا المقصود أني مو قصدي أنه أنا دول أقول هم هذا مواطن ولا حق السكن والتعليم والكهرباء والصحة، لكن أنا جاي أشير نقطة جدا مهمة. اليوم الآن اللي هم يسموها متجاوزين، اليوم 100 عائلة. يعني انت بعد 5 سنين دول راح يصيرون 300، فلازم نلقى حل. فاحنا لازم نبدي هسه الحل يعني، والا تتفاقم القضيه، تصير صعب الحل يعني، تصير اعداد يعني. هسه احنا 11 عندنا 11 حي تجاوز اللي هم يسموهم متجاوزين. انا ما اقول متجاوزين هذول. احسنت. انا اقول ابدا دول مو متجاوزين. مظلومين؟ دول مضطرين. يعني مضطرين وين يسكن؟ انت شدري الايجارات في محافظه بابل
أو كل محافظات مراكز المدن، يعني أقل مكان من 250 إلى 500 ألف. زين، هو يمكن عنده رعاية أو عنده عمل بسيط ما يقدر يسكن هذا، فيضطر يبيع ممتلكاته حتى يبني له بيت مثل هذا اللي تشوفه، بلوك ويسقفه بالسندويش بانل أو حتى بالشيكو. أنا أشكرك أستاذ، أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تحرز نتائج ممتازة بالانتخابات. وأنتم مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتحدث عن موضوع مهم في بابل وهو موضوع الصحة وصحة المواطن العراقي وحياة المواطن العراقي وكيفية ذهابه إلى المستشفيات، وأي المستشفيات يعني يرغب لها، مستشفيات الحكومية أو الأهلية، شنو الخدمات اللي تقدم إلى بالمستشفيات الحكومية، هل هي مرضية أمام هذا الزخم الكبير من المواطنين العراقيين؟ طبعا مو بس باب، في كل المحافظات العراقية. وليش يعني دائما المواطن يفضل انه يذهب الى المستشفيات الاهليه؟ وطبعا المستشفيات الاهليه تقدم خدمه لكن باسعار كبيره ويعني باهظه ومعاناه كثيره. على كل اليوم اريد اعرفكم على شخصيه اخرى، هاي الشخصيه اللي هي دكتوره، راح تعرفنا بنفسها ونبدأ النقاش فيها. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. شلون صح؟ أهلا وسهلا. ممكن تعرفينا بنفسك؟ دكتورة إيناس عامر العنزي، طبيب اختصاص أمراض دم. أمراض دم. أداوم حاليا بمستشفى مرجان تخصصي، بكالوريوس طب وجراحة عامة، ماجستير أمراض الدم. شرفيك. أنت أهلا. قائمة أبشر يا عراق، رقم القائمة 143، تسلسل 28. أتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك رحمه. وأنا الوضع الصحي هنا ببابل، مواطن راضي مراضي؟ والله يعني تريد الصراحة، يعني هو احنا نريد كلها صراحة، ما نريد مجاملات. يعني هو لا بأس به حسب الإمكانيات المتوفرة بالمحافظة يعني والمستشفيات، بس احنا نطمح انه يكون نحو الأحسن دائما. يعني مثل ما تفضلت انه المواطن يلجأ للمستشفيات الأهلية مو العام، لأن تكون أفضل كبنايات، كتقديم خدمات، يعني أكو فارق بين هذا الشيء. فإحنا اللي مثلاً إنسان بحكم اختصاصي كأمراض دم يعني وأداوم قلت مستشفى مرجان، يعني كشعبة مختبرات ما عندنا صراحةً، قاعدين يعني بالعتبة اللي هي سندويش بنال ومؤهل للاحتراق بأي لحظة، خلل كهربائي أي خلل هي مؤهلة. فتحدثنا يعني مع الإدارة. وين بالضبط؟ وين؟ مستشفى مرجان الحياة السابعة، هي هسه حكومي مو؟ طبعا حكومي، مستشفى مرجان التعليمي. فمن تكلمنا قالوا انه اكو الكلية الصناعية كانت عليها مشاكل قضائية، فخلصت هذه المشاكل، اهلوا قسم منها، سووا وحدة انعاش رئوي، والقسم الآخر على أساس يسووا شعبة مختبرات، لكن محتاجين إلى يعني تسهيل سلف من المحافظة على مود يباشرون بهذا العمل. فنطمح بهذا الشيء، ونطمح لخدمة المواطن العراقي، يعني إنشاء مختبرات لإجراء تحاليل متقدمة لتخفيف العبء على كاهل المواطن العراقي. كذلك هنا ينقصنا بحكم أني أمراض دم إنه مركز زراعة نخاع العظم ببابل ما متوفر، في حين اكو بكربلاء يمكن واكو ببغداد، زين، لكن ببابل ما عندنا. هذا جدا مهم يعني حتى نخفف العبء على المواطن، وهم يعتبر هو كاستثمار بالمجال الصحي احسن مما يلتجئ المواطن انه خارج يسافر خارج البلاد او الهند او ايران او اي دوله ثانيه. احنا هنا نستغل بالعراق هذا الشيء، نوفر المختبرات والتحاليل والكادر، تعزيز تدريب الكوادر الصحية والطبية، زين، ونقدر نفتح هيك مشاريع، وعندنا أطباء أمراض اختصاص أمراض دم مختبري. حضرتك قلتي أنه المواطن يفضل يروح للمستشفيات الأهلية، يعني شنو السبب؟ المستشفيات الحكومية ما بيها خدمة صحيحة لو مو ثقل وشنو؟ لا طبعا أكيد أكو خدمة، بس إدامة للمستشفيات الحكومية مهمولة جدا، يعني
يعني اكو نقص من مكان، يعني مثلا المستشفى مرجان بناية جدا قديمة، تعرف ايش وقت منتها بزمن حسان مرجان، وكلش متهرية، وحتى يعني اكو مكانات يعني آيلة للسقوط بيها، فماكو إدامة، يعني التسهيل هاي المهمة، حتى إدامة المستشفيات جدا مهم. مثلا عندنا بيها ماكو مدير، مثلا مدير مستشفى يفتر بالمستشفى يشوف شنو النواقص، يقول مثلا هاي هنا إرادة ترميم، هنا هدم، هنا بناء مثلا، يعني لا أكيد هو يفتر يعني المدير بالمستشفى ويلاحظ هذا الشيء، بس مثلا أكو يعني جوانب قدر أخذ وسيلة، قلت لك تسهيلة من المحافظة، رمموا جانب الطوارئ، أهله والإنعاش الرئوي، إيه بعد ما هذا اللي حد الإمكانية هذه، يعني ما عندهم فت تمويل آخر، يعني نسهم أنه تمويل دعم من الوزارة، من المنظمات الوطنية الإنسانية أمراض. العفو قلتي لي اختصاصك أمراض دم. نعم هيماتولوجي أمراض دم. أي دكتورة، فيعني أنا يعني ذهبت إلى الكثير من المستشفيات وشفت أنه يعني أمراض الدم مستشرية بشكل كبير، خصوصاً الثلاسيميا يعني، وكيفية الحصول على الدم ويتأخر مرات وما ينطوهم وكذا وكذا شيء، فما أعرف بابلهم نفس الشيء. والله احنا نحاول نسهلها للمواطن بجهد الامكان، يعني عندنا مركز متخصص مال الثلاسيميا ومستشفى الولاده والاطفال، والمريض يعني من يتبرع نخليه يتبرع ببطل دم، بس المصرف يعطي 3 بطاله، ودائما يجون متبرعين من خارج المستشفى، بس اي واحد يحتاج يعني يجون ويا مواطنين يتبرعون، يعني ونسهل لهم كافه الامور، يعني ابد ما نبقيهم ولا ناخرهم فيما يخص. شنو امراض الدم ممكن نعرفها؟ هواي أمراض الدم، نبدي من فقر الدم، عندنا عدة أنواع فقر الدم، أكو فقر الدم نقص الحديد، أكو فقر الدم الوراثي هي الثلاسيميا سيكل سيل أنيميا، عندنا بعد عندنا اللوكيميا، يعني هاي تخص الأورام، يعني هو عندنا مصابين باللوكيميا، هواي أكو مصابين، يعني باب الهواي أكو. اي اكو باب الهواية، يعني يتعالجون، شلون توفروا لهم العلاج؟ والله مستشفى مرجان علاجهم، يعني احنا نوفر لهم اللي نقدر عليها، بس اكو يعني ادويه وتحاليل ما موجوده بالمستشفى، يعني اللي هو المواطن يلتجئ يسويها برا، نطمح قد تكلفه برا، يعني والله مثلا عندنا نخاع العظم يعني يكلف المريض بحدود 150 تقريبا 1000، فنطمح انه بانشاء مختبرات علمية لإجراء تحاليل المتقدمة، جدا ضروري، نحتاج إلى إنشاء مركز لزراعة نخاع العظم ومركز المعالجة. سؤال ست، عذرا للمقاطعة، أنت شنو اللي دفعتش أنه تقدمين لانتخابات مجالس المحافظات وتحاولين أنه تكونين عضو في مجلس محافظة بابل؟ والله اللي دفعني أهلي وناسي وعشيرتي وكل الناس اللي يعني أعرفهم أنه أرشح حتى نكون قريبين من القرار، لانتشال ما يمكن انتشاله من الأوضاع المتردية في محافظة بابل، يعني تعاني من كافة النواحي، خدمية، صحية، مجال الزراعة، المي، كهرباء. شنو مسموعاتك عن مجلس المحافظة؟ يعني اللي هو جلساته، وضعيته، القرارات، الانتخاب، رئيس المجلس، نوابه، ما أعرف اللجان الموجودة، شو المسموعاتك عنهم؟ يعني هو مجلس محافظة سلطة رقابية تشريعية، يعني أعضاء مجلس المحافظة حاليا يعني اللي نعرفه أنه القرار من ينطرح يتصوت عليه، يعني إذا كان 2-3 ما موافقين على شيء يعني يقدرون يغيرون بالقرار. في حالة أنه مثلا شفتي فت قرار ما مقتنعة به ومرر بالأغلبية، شنو موقفك؟ تسكتين، تنزوين وتقولين يلا آية لو تصوتين وياهم وحشرون مع الناس يعيد؟ يعني أول شيء حسب الموقف وحسب القرار، بس إحنا نحاول أنه إن ما نسكت عن شيء الحق، ساكت عن الحق كشيطان أخرس، يعني مثلاً تبدين امتعاضك، تعترضين بعد ما يصير تصويت على القرار، تعترضين مثلاً كان يستوجب الاعتراض، ليش ما اعترض؟ يعني شنو المانع انه ما اعترض؟ يعني اكيد اعترض. يعني انت تعتقدين انه عضو مجلس محافظة بابل وكل المجالس المحافظات المفروض يكون شجاع ويدافع عن رأيه بشكل يخدم المصلحة العامة؟ اكيد بالتأكيد،
طبعا احنا اهم شيء يعني هدفنا شنو اللي رشحنا تعرف يعني اني طبيبه واختصاص يعني الحمد لله والشكر ما محتاجه كحاله ماديه او شيء، لكن اللي هالوضع هذا اللي خلانا انه حتى نكون قريبين من القرار مثل ما تفضلت بهذا الشيء. طبعا اتمنى لك كل التوفيق دكتوره، ولكن شنو اخبار الضمان الصحي؟ يعني الى متى المواطن يبقى بلا ضمان؟ والله هاي مساله جدا ضروريه، فنحاول انه نقوم بتفعيلها يعني ضمن مشاريعنا ومخططاتنا ان شاء الله. في اغلب دول العالم المريض من يروح المستشفى عنده كارت ما يحسبوا له يعني نفس السعر للي ما عنده كارت، تقريبا يدفع ربع المبلغ، ربع المبلغ، بالتالي يقدر يسوي عملية، يسوي فحوصات كثيرة، يكون مرتاح البال لما يراجع المستشفى. احنا مو هالشكل، ما عندنا هالشكل، احنا نظامنا هنا اسهل من دول الخارج. انا راح اقول لك شلون، لان احنا المستشفيات العامة كلها مجانا، خدمات تقدم كلها مجانا، يعني نادرا ما نحتاج أدوية وتحاليل اللي قلت لك هي اللي ما موجودة، لأن بحكم هاي مختبراتنا هذا حد عملها وأجهزتها واستيعابها، نضطر نرسلها برا، بس باقي الشغلات كلها احنا مجانا، الإيكو سونار التحاليل. أنا قصدي الدكتورة بالنسبة للمستشفيات الأهلية، تخيلي مستشفيات أهلية وعنده ضمان ومن يروح بيها أكو اتفاق بين المستشفى وبين الجهة المعنية في وزارة الصحة في تلك الدولة، ينطوه يعني دعم كبير وبالتالي هو يكون مرتاح البال وما عنده أي مشكلة. أما المستشفيات الحكومية ندري ضغط عليها كبير، مواطنين يعني وين يروحون؟ على الرخص، تمام لو تمام، بالتالي ضغط على الدولة، ضغط على وزارة الصحة، يصير خلل مو زين. احنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله يا ربي تكونين عضو مجلس محافظة بابل وتقدمين خدمات صحية جلية للمواطنين العراقيين هنا في محافظة بابل. وما أعرف شنو رسالتك للي المفروض يروحون ينتخبون، شو تقولي لهم؟ يعني أقول لهم إن مشاركتك في العملية الانتخابية واجب مطني، لذلك ساهم في اختيار المرشح الأمثل. زين هو منين يعرفك هذا الشخص اللي رايح ينتخب؟ ما يعرفك، بالتالي أنت حملتش الانتخابية، استعديتي إلها؟ إيش قد راس ده مبلغ؟ والله إن شاء الله مستعدين، يعني مبلغ بسيط جداً لغرض الإعلان والإشهار حتى تعرف الناس إنه هذه الدكتورة إيناس مرشحة على مجلس محافظة بابل، ويعرفوني هم، يقدرون يوصلون المكان عملي ويسألون، مثل ما قال الإمام السجاد عليه السلام أنا قدمت يعني برامج على الصفحة مالتي، شرحت بيها السي في، شرحت برنامج الانتخابي، فالإمام السجاد عليه السلام يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فقد عرفته بحسبي ونسبي، وهاي أنا مثل ما أنا قدامكم يعني، وشنو اللي أقدر نساعد ننهض بواقع محافظتنا إن شاء الله إحنا ما نقصر. كل التوفيق للدكتورة، وإن شاء الله يا ربي نشوفك في مراكز متقدمة دائما، وأهم شيء أهم شيء أهم من مجلس المحافظة أنه الإنسان يقدم خدمة في كل مكان، سواء كان عضو مجلس محافظة أو كان موظف بسيط، وكل التوفيق لك في مولا. إذن مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، شخصية أخرى، مرشح آخر تربوي، أكيد إلى الكثير من الهموم وإلى الكثير من الرؤى والمقترحات اللي ربما يريد يقدمها، فخلنا نتعرف عليه ونشوف ليش قدم لانتخابات مجلس المحافظة وليش يريد يصير عضو مجلس محافظة بابل. مرحبا. أهلا وسهلا، طبعا نشكركم كل الشكر والتقدير لأن حضورنا الآن معكم. أنا المرشح الأستاذ التربوي محمد عطالله رحيم آل منصور بسعد الجبور، تشرف بك. مرشحاً عن قائمة تبشر يا عراق، التسلسل من قائمة 143، التسلسل 30. تشرف بك. بالتالي أنت تربوي، وأنطلق من كونك تربوي وأكيد عندك ملاحظات كثيرة مثل ما ذكروها ربما زملائك الآخرين، ولكن أنت من ضمن مدرستك أريدك تحكي لي مثلا أنت معاناتك اليومية اللي تشوفها بالمدرسة، مثلا تتمنى أنه ما تكون لا بمدرستك ولا بالمدارس الأخرى، مثل شنو يعني؟
نعم. أنا كإنسان تربوي يعني وأب تربوي بنفس الوقت أشعر بمعاناة التربويين. مثلاً أنا داوم في مدرسة في منطقة عوفي. هذه المنطقة بابة عرب. والناس يعني أبنائهم حريصين على أبنائهم في التعليم. هذه المدرسة آلة للسقوط. يعني طبعاً كل أب يكون يريد يحافظ على ابنه وحريص على ابنه. هذه المدرسة هسه الآن كرفانات. هذه المدرسة كرفانات يعني راح يفلشوها. زين إذا فلشوها هاي التلاميذ وين يروحون؟ وهاي ناس بابة عرب فقرة. يعني على قد على قد على قد مستواهم المعيشي. يا دوب يطلعون يشتغل عمالة واللي كاسي باتجاه آخر. فهاي يعني شلون إذا وياكم مدارس بهذا الشكل في بابي؟ نعم مدارس كثيرة في عموم المحافظة. يعني وواحدة منها هي هاي المدرسة اللي داوم بها. هاي مدرسة كرفانية. مدرسة كرفانية. زين هاي كم طالب بها؟ هاي تقريبا بلا 400 وشوية 400 بالصف. بالصف ايش قد؟ بالصف الواحد يعني 30 تلميذ. 30 تلميذ. اي نعم. وبس الكرفان يعني يوسعهم لو لا ضيق القعده؟ الرحله الواحده يجلس عليها 3 تلاميذ. يعني ربما ما يكفي هذا الكرفان. ما يكفي لجلوس التلاميذ فيه. فاحنا نطلب من الجهات المعنيه التربويه انه باسراع بناء المدارس، اسراع في بناء المدارس حتى ما ظل كرفانات أولياء الأمور تشتكي إنه ابني قاعد في كرفان. زين هاي بيها مخدومة، بيها خدمات، مرافق صحية؟ والله الخدمات قليلة. يعني كما هي منطقة بعيدة عن الشارع العام. زين واحد ما يريد يغسل، واحد من التلاميذ، أكو مكان يغسل فيه وكذا؟ أكو صحيات بسيطة. يعني نظيفة؟ مو بالشكل المطلوب كباقي المدارس النموذجية. فاحنا ليش دائما ما عندنا اهتمام بهاي المرافق الصحيه؟ يعني هاي المدرسه المفروض تكون على مستوى عالي من الرقي والبناء الحديث. لا احنا كرفانيه، الخدمات الموجوده بيها سيئه، ربما كهرباء مولده عندكم؟ مولده لا ما عندنا. يعني من تطفى الكهرباء الوطنيه ماكو كهرباء؟ على الوطنيه بس فقط. من تطفى الكهرباء الوطنيه ماكو كهرباء؟ مولده صغيره موجودة هاي بس الإدارة وما تكفي مدرسة كاملة. بس للإدارة. بس للإدارة. هاي مشكلة. مشكلة كبيرة يعني مو. زين الصبورة اللي تكتبون عليها زينة نوعيتها زينة؟ والله السبورات يعني مو بشكل المطلوب. يعني السبورة يعني. وايت بورد. وايت بورد يعني مو يعني ما يصلح عليها الكتابة. إذا تعبانة. تعبانة. نعم. بالتالي هذا الطالب شلون يفتهم يعني؟ شلون يفتهم؟ شلون يتعلم اذا صبوره مو زينه؟ ربما المعلم ما يشرح بطريقه صحيحه، شلون يعني؟ شلون؟ هاي كلها مقومات تفشل العام الدراسي وتفشل ذهنيه الطالب. مثل ما ذكرت انه معوقات كثيره في هاي اللي ذكرتها انه يعاني منها المعلم، التلميذ، الولي الامر. زين مدير مدرسه مثلا او مديره المدرسه ما تعرف، ما تشوف، ما تطالب، ما تكتب للجهات العليا؟ والله بالحقيقة إنه مدير مدرسة اللي أداوم بها يقدم أكثر من كتاب وما جاي يستجيبون إنه زين. زين أنت وين تشوف نفسك تخدم أكثر؟ بالواقع بالجانب التربوي لو عضو مجلس محافظة؟ أنا أنا عضو مجلس محافظة أكون على لجنة التربية. إيه. على لجنة التربية أهتم بالجانب التربوي. إيه. كما ذكرت بناء المدارس والمعوقات القرطاسية كتب الكتب هاي مسألة الكتب كل فترة يطبعوها وبعدين ما أدري شو يسوون. هاي مشكلة كبيرة يعني نعاني من الكتب. هسه ليش ما يسلمون كتب؟ وين تروح الكتب؟ الكتب يعني ما تطبع. الوزارة تقول احنا دا نطبع كتب ودا كل ودا يعني نجهز المدارس وحسب الأصول. يجي العام الدراسي، يجي التلميذ، ماكو كتب، روح اشتري من السوق. صحيح والله هاي الحالة يعني مرت فيها انا كأب تربوي. يعني يقول المعلم هو مغلوب على امره. إيه؟ يقول له روح اشتري كتب. إيه؟ يعني انت هاي مشكلتك. انا عندي ابن متوسط اقول له مشكلتك هاي والله. زين منين اشتريت الكتب؟ من السوق؟ اكيد من السوق. السوق منين جاب الكتب؟ مستنسخها هو لو لا هي نفسها الكتب المطبوعه في وزاره التربيه مشتريها من مصادر كانت تسرق الكتب من مخازن وزاره التربيه. بين
مطبعات يعني مع جهات تربوية ويقللون من الطبع في الحكومة. بالجانب أنه الكتب مطلوبة في بداية العام الدراسي أنه توفر التربية كتب مستلزمات قرطاسية عند بدء العام الدراسي. ليش هسه احنا العام الدراسي بدأ وما عند التلميذ كتاب يقرأ به؟ ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو يعني الجهات المعنية. أنا أعرفها. أنا أشكرك جدا، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تقدم خدمة لمجتمعك من خلال موقعك، وإن شاء الله يا ربي تكون إنسان فعال وناجح في تقديم الخدمات. شكرا جزيلا لكم وكل الشكر والتقدير. أنا الأستاذ المرشح التربوي محمد عطلة رحيم آل منصور مساعد الجمهور. أنا أكون في خدمة المؤسسة التربوية إن شاء الله إذا فزنا ونخدم بلدنا والمؤسسات التربوية المدارس كل شيء نكون في خدمتهم. الله يحفظك. انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أيضا شخصية أخرى، شخصية تربوية لها باع طويل في المجال التربوي والتدريسي، راح أعرفكم عليها أكيد، وأتمنى أنه عندها مقترحات تفيد أهالي بابل وأيضا تفيد الجانب التربوي. بالتالي خلينا نتعرف عليها. مرحبا ست. عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله بخير. عرفينا بنفسك. الأستاذة التربوية سهاد كاظم فاضل خفاجي، مرشحة على عضو مجلس محافظة بابل، قائمة 143 تسلسل 32. الشرف. شنو سبب تقديمك حتى تكونين عضو مجلس محافظة بابل؟ أولا لخدمة العملية التربوية بالذات قدمت المجلس محافظة بابل، وكذلك لمعالجة المشاكل التي تطرح العملية التربوية والارتقاء بالمستوى التعليمي إلى الأعلى. أنت شنو اختصاصك؟ اختصاصي اجتماعي، طراغ تدريس اجتماعي. وكم ماجستير؟ ماجستير. ممتاز. بالتالي أكيد عندك ملاحظات كثيرة اليوم على واقع التعليم بالعراق وخصوصا في محافظة بابل، باعتبار أنه أنت بنت بابل. صحيح. فممكن يعني شوية توضحين للسادة المشاهدين شنو رأيك؟ طبعا احنا عندنا هما أمور بالنا أنه نقضى عليها، مثل الدوام الثلاثي الموجود بالمدارس حاليا اللي أكثر الكوادر التدريسية والطلاب يعانون من عنده. أول شيء قضاء عن على الدوام الثلاثي بفتح مدارس جديدة، إنشاء مدارس نموذجية جديدة، الارتقاء بالمستوى العلمي المقدمة للبلد. بعد عندنا الاهتمام بالبيئة مالت الطالب. الطالب بيئته كلش مو زينة، يعني الصحة مالته مو شيء، عدم اهتمام بالنظافة. زين، أكثر المدارس غير آمنة المال التلميذ من حيث الكهرباء، من حيث أكثر. شلون يعني شلون غير آمنة من حيث الكهرباء؟ ماكو صيانة، ماكو صيانة دائمية للمدارس، أكثر المدارس كرفانات بالمطر، هاي شلون من تمطر الدنيا وايرات منا ومنا وايرات منا والكرفان تعرف أنت يعني بسرعة، يعني أقل مطر أقل كذا، أقل مطر يصير بسعقة كهربائية. يعني أول ملاحظات. زين هاي منو يتابع؟ حد المفروض مدير مدرسة لو منو؟ لا، مدير تربية طبعا اعتيادي، هي مو مدير بس مدرسة، يعني هي هذا لازم. زين لحظه، انا اليوم مدير مدرسه. بس اسمحي لي ست. اي نعم. انا اليوم مدير مدرسه. يعني انا بس محدد يعني بانهم بس اسمحي لي. يعني بس المفروض اسوي يعني اتابع الاساتذه منو داوم منو مداوم والغيابات وما اعرف شنو كذا، لو اتابع كل صغيره وكبيره، لو اصلا هي مو من مهمه مدير مدرسه، اكو غير لجان المفروض تجي تفتار من وزاره التربيه حتى تشيك ما حسب المديريات وتشيك يعني وضع المدرسه. انا اقول لك هي ماكو بعض يعني دول تستخدم يعني كرفان للطالب. انتهى هذا الوقت. انتهى هذا الوقت. يعني المفروض احنا مستوى متقدم اكثر من هذا، مدارسنا نموذجيه، احنا بلد اهل يعني بلد الخيرات. احنا لحد الان عندنا مدارس كرفانات، يعني المعلم شلون ياخذ حريته راحته، الطالب شلون كذلك، تنطفي الكهرباء، احنا كهربائنا ما مخالين بها سفالت. وين ما موجوده سفالت بالكرفان؟ هي بالمدارس العاديه ما موجوده. بنكات موجودة. كهرباء عندهم مولدة؟
مولدات ما موجوده، مو كل المدارس، بعض المدارس فيها ليش مولدات. ليش صارت المدارس الحكوميه مهموله بينما المدارس الاهليه يعني مهتمين بها بشكل كبير؟ طبعا طبعا تيادي المدارس الاهليه يهتمون بها، يعني تمويلها اهلي. ايه لما المدارس الحكوميه تمويلها العذاب. واذا تمويل حكومي شنو يعني؟ وإذا ما تقدر تستوعب كل المدارس، يعني لازم هسه انت تقترح ميزانيتها تكون لازم ميزانيتها قويه. ايه اي المطالبه بميزانيه قويه من التربيه مالنا حتى تكفي مستوعبات متطلبات المدارس الجديده. ايه الحديثه النموذجيه. زين عندك طلابنا المعاقين عندنا بالاحتياجات الخاصه، افتح لهم معاهد جديده لهم تناسب مع يعني احتياجاتهم الخاصه لهم. زين هاي المدرسه اللي واقفين يمها شنو؟ هاي مدرسة متهالكة صارها 10 سنوات. إيه. هي 10 سنوات متهالكة جديدة هي. إيه. إلا أن تهالكت يعني. إيه. بناها كان جديد وحديث، حتى سبالج خلوا بيها تركوها من أسباب ما نعرف. إيه. إنه ها صارها 10 سنين متروكة، انباقت السبالج راحت النهبت زين، والأشياء الموجودة هم النهبت أكلت من الأمطار يعني ترك، تعرف أنت شيء من التركة أنت ما كنت تصير متهالك. يعني هاي المفروض يستغلوها يسووها مدرسه نموذجيه تستوعب 1000 طالب بها. اي يعني ليش ما استغلوها؟ هم ان شاء الله بالمستقبل. زين اذا صرتي انت عضو مجلس محافظه بابل على لجنه التربيه والتعليم، شو تسوين؟ اول شيء ابدا بالمدارس. تبدين بالمدارس؟ اي اكو مناطق ما بيها مدارس نهائيا، بعيده نهائيا. تبنون مدارس؟ ابنا بناء مدارس جديده. أي. زين يعني والافضل المناطق النائيه اللي ما يقدر يعني اكثر الطلاب اميين ما يعرفوا يقرون ويكتبون. زين يعني انا زرت قريه يعني بعد مدرستها عن القريه 8 كيلوات، يعني هذا يضطر انه يبطل ابنه ولا يوديه، وسياره مواصلات ماكو، طريق شارع ماكو مؤديه لها. الشارع عباره عن تراب طيني، يعني هذا الطالب شلون يمشي للمدرسه حتى يستوعب انه ماكو يوصل للمدرسه مالته. شفت دفتر احضار الدروس؟ اي نعم. هذا شنو هذا الدفتر؟ دفتر خطة للمعلم. من المعلم؟ المعلم دي لحق ينطي مادة بالش اسمها بالحصة؟ لا ما تكفي الحصة طبعاً خلال العام الدراسي؟ بالنسبة للمنهج الجديد ما تكفي. منهج الجديد ما تكفي، ليش؟ المنهج الجديد كثيف، كلش كثيف، يعني فوق طاقة حتى المستوى الطالب. يعني المفروض شو يسوون؟ أول شيء يسوون تقليص المناهج، الشغلات المفيدة، خاصة احنا هالسنة يعني دخلوا المناهج كليتها داخله بالامتحان. زين احنا بدينا الدوام 11، زين المنهج ما نقدر نكمله، خاصه عندك الرياضيات المنهج ما يقدر يكمله كليته. يعني هم عندهم خطه خماسيه، عندك امثله، عندك تدريبات، عندك افكر. زين هو ما عنده شيء يصير بيها. يعني يقدر يحل اسئله تفكر، اسئله التدريبات. الدرس ايش قد وقته؟ الدرس احنا حاليا درسنا 40، لكن الدوام الثلاثي درسه 30 او 35. ما يكفي الوقت. ما يكفي، تبي من تقول اقعد جلوس قيام. ايه. لا 5 دقائق بين هدوء الطالب و اسماء غيابات ما اعرف منو. غيابات طبعا اعتيادي. ايه راحت 10 دقائق. شوف تفضل. زين انت تريد تحل امثله، تريد تحل. ايه. تدريبات. ايه. من غير اكو مناهج يعني كتابيه كتابيه. اه. ماكو داعي لهم. ماكو داعي لهم. بالتالي مدارس حاليا ماكو مدرسين بيها. يعني وين احنا وصلنا بعصر انه مدرسه لا مدرس فيزياء ولا مدرس كيمياء تسويه. اللي صارت هسه. ايه. بالمدارس خلوا مدارس خاليه من الاختصاصات، وخلوا مدارس مكتظبه من المعلمين والمدرسين. ليش هيك خربطه هاي؟ توزيع ماكو صحيح. توزيع ماكو، خطط ماكو. اشوف المدرسه انا اذا من مدرستين 3 4 ما فيها مختصاصهم لا كيمياء ولا فيزياء ولا رياضيات، شلون هذا يكمل الدوام؟ زين وسألت الكتب هاي كل مره؟ الكتب اكيد هاي المفروض انشاء مطابع بكل محافظه تطبع هي المستلزمات المدرسه. ليش ما يتفقون ويا مطابع العتبات؟ متفقون والله هاي قيمهم، هي هاي سياسه يا وزاره التربيه. يا وزاره التربيه المفروض هي يعني اكو خطه، اعداد خطه قبل كل شيء، زين يمشون عليها. يعني حتى يكفون مناهجهم يكفون هذا. ليش السنه صار ارباك بالعمليه التربويه؟ شهر كامل ما موزعينهم كتب اكثرهم. عندك مشاكل هوايه بالعمليه التربويه. اهانه المعلم الى متى المعلم يهان بين فتره واخرى؟ حمايه المعلم ماكو، وما حد يحميه. مخصصات المفروض مخصصات المعلم صفوف الاوليه.
يعني ابو الصفوف الاول يعاني، اي واحد ما يقبل ياخذ صفوف اوليه، اقول له خذ الصف الاول ما يقبل. ليش؟ لان تعب جهد كلش قوي عليه، المفروض يخلوا له مخصصات اضافيه. ممتاز. مثل قبل، شلون قبل كانوا حاطين مخصصات اضافيه للصفوف الاوليه؟ هسه اطلب، عندنا درجات وظيفيه 150 درجه وظيفيه جايه لها بابل، اطلب اختصاصات مطلوبه للتربيه، مو اختصاص اي اختصاص اجيبه. انا شو احتاج اختصاصه؟ احتاج فيزياء، احتاج كيمياء، احتاج رياضيات. شو شنو بده يصير هسه؟ اختصاصات ما موجوده. شنو بده يجيبوا هسه؟ بده يجيبون اختصاصات متوفره موجوده يعني بكثره. مو اختصاصات علميه. مو اختصاصات علميه. اي اكثر شيء اختصاصات. كررون يعني كررون. كررون. يعني عندك يجيبون اسلاميه، يجيبون اجتماعيات وهو. وهم تدخل واسطات بيها؟ حاسبات. طبعا اعتياد بعد العلم عند الله. فهيك شيء هذا ما نقدر نجزم احنا. واقع التدريس والتعليم اليوم بالعراق انت تشوفيه كتربويه واقع ناجح لو فاشل؟ يعني هو يراد لارتقاء، مو ما نقول فاشل يعني، بس يراد لارتقاء. يعني انا اقول لك الطالب العراقي ترى مو سهل. زين؟ القى طلاب هم الطلاب العراقيين. زين؟ بس يريد لارتقاء. ان شاء الله. اهتمام. اهتمام. ان شاء الله تقنيات تربويه جديده حديثه للمدارس. زين؟ دورات اطلع طالب. زين؟ يعني زين هسه انت مقبله يوم 18/12 ان شاء الله على انتخابات. ان شاء الله. بالتالي انت الحمله الانتخابيه رتبتيها، شلون تسوقين لنفسك؟ طبعا عندنا نلتقي ويا شيوخ يعني اعمامنا وكذلك نلتقي ويا يعني الاقارب النا اي والعشائر مالتنا قاعد نلتقي، واكو جماعات كذلك عندي انا كنت بكيفي الهمات يعني معلمه، هواي ناس يعرفوني، عرفوا نزاهتي طيبة قلبي يعني إلهم. زين وانا الحمد لله ماشية الامور. ماشية الامور. نتمنى لك كل التوفيق سيد. الله، الله يحفظك وان شاء الله في مراكز متقدمة دائما. شكرا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل كونوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما زلنا مستمرين معكم في بابل. في منطقة آل خماس قبيلة الطفيل. مثل ما تشوفون أيضا سوء خدمات. منطقة كبيرة فيها بيوت كثيرة، وراح نعرف شقد عدد البيوت الموجودة هنا بهاي المنطقة، شنو الخدمات اللي ما متوفرة لهم، مو متوفرة. وهذا الجدول تشوفوه قدامكم، راح نعرف منين جاي وين رايح. وأيضا هذه المنطقة تحتاج إلى مدارس أو لا تحتاج. الهدف من موضوعنا هذا نقطتين أساسية، هو تسليط الضوء على سوء الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى ذلك الإهمال الواضح وترك هذه العوائل بدون تقديم أي منجز. والنقطة الثانية أنه أيضاً أكو شخصية مرشحة نفسها لانتخابات مجلس محافظة بابل، تعتقد أنهم تقدر تقدم خدمة لأهالي هذه المنطقة، وراح نلتقي بيها إن شاء الله. بس خلي بداية نلتقي بالأخ حتى يعرفنا شوية، يحكي لنا شوية هذا الجدول منين رايح منين جاي، ليش هيك كله مياه آسنة، مفروض يكون مي نظيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ شلون صحة؟ الله يسلمك ويعزك. هذا الجدول شو اسمه؟ له اسم لو بس جدول؟ هذا جدول يربط من قضاء طويريج وحتى الكوفه، ويطلع من على كيف على ناحيه الكيفين ويطلع. زين. يطلع مباشره. وليش هيك مهمول وكله مياه آسنه واوساخ وازبال وهيك؟ حتى تشوفه بعينك انت. خدمات ما عندنا بالمنطقه نهائيا ابدا. صار لنا سنين طويله نعاني من الخدمات، من الجداول، من البلديات، قلة المدارس اللي عندنا موجودة، شوارع. لا هسه بس احكي لي على هذا الجدول. هذا صار لك قد هذا الجدول على هالحال؟ صار لي سنين طويلة. كملوا من قطاع طويريج تقريبا إلى نقول نصه، إلى منطقة يعني منطقة نقول جاي من طويريج تقريبا ب 15 كيلو أو 10 كيلوات. هاي قبل سنين طويلة صبوه. وانترك هذا الجدول. صار له سنين طويله من ذاك اليوم لهذا اليوم. المواطنين ما عندهم لا بلديات لا شيء، قام شيل العوائل، شيل شكو الزبل عندها موجوده، شكو وساخه موجوده، قاعد وين يذب؟ قاعد يذب مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام بالنهار هذا. يعني اذا قدر زميلي جعفر
هذا لطفا جعفر يعني شوف هاي النفايات شلون موجوده ومشموره بهذا الشكل. هذا النهر بآلاف الدونمات الزراعيه، آلاف مؤلفه يغذي، المفروض يغذي هذا آلاف مؤلفه من دونات زراعيه على هالوضع مالي. على هذا الوضع، واضافه الى تكرم حيوانات او زرع او كذا تشرب من عنده. هاي كل تشرب من عنده، مهمول هذا نهائيا، مهمول مهمول نهائياً. ما خاطبت جهات رسميه مثلا؟ خاطبنا كل يعني ما خلينا لا ري كذا لهذا، ياخذ لهم فتره طويله مثلا كل سنه او اقل سنه تجي يعني مكاين تكره، بس الزباله شلون ما تشيلها تخليها على الحافه وهاي الحافه وتروح. ويبقى ورا فتره ياكل 10 ايام 15 يوم يبقى نفس الزبل اللي موجود نفس الحاله. اما تشيلها المواطنين ماكو بلديه موجوده، يعني مثلا تشيل النفايات اللي موجوده عندنا ماكو لا سياره لا كذا لا عمال، هذا تضطر العالم وانت تضطر المواطنين تضطر تدب هذا الاروائي. فهو تشوف هذا الاروائي بعينك انت، يعني يعني هاي الكابسات ماكو، ما عندك كابسه نهائيا، ما عندك كابسه. ما رحتوا مثلا طالبتوا قبل تقريبا اكثر من 4 سنوات 5 يعني جبنا لنا جرنانه سيئه مكينه وعمال من عندنا والمبالغ احنا من عندنا من العوائل قاعد ندفع لها، اخذوا لهم فتره يعني ما تاقل الشهر لغوها، قلنا لعد المحافظه، قلنا لعد مدير الناحيه، قلنا مجلس المحافظه، ما ايدونا ولا نهائيا لا كابسه ولا شيء وابد نهائيا هذا اليوم لهذا اليوم. انا اشكرك جدا، اشكرك جدا مشاهد الكرام. مثل ما تشوفون، مثل ما تشوفون يعني الاخ سولف لنا على هذا الجدول قد مهمول، وشفتوا العوائل ما عندها لا كابسه، ما حد يجي يشيل النفايات، فتتجمع بهاي الطريقه، واللي بعد فتره من تصير هوايه لو هي تدهدر وتنزل لو يحرقوها، وهاي النفايات من تحترق سامه جدا والسبب امراض كثيره، وهي هاي دائره الامراض يعني مستمره بدون توقف، وماكو يعني الجهات المعنيه ما مهتمه، يبدو انهم مركزين على مراكز المدن يعني فقط. ليش؟ لان يجون بها مسؤولين مثلا هيك زين. وهاي العوائل اريد اعرفكم على شخصيه اخرى مرشحه الانتخاب مجالس المحافظات هنا في مجلس محافظه بابل، واريد نشوف شنو مقترحاتها، شو تريد تقدر تقدم. السلام عليكم جميعا. شلونكم؟ شلون صحه؟ مرحبا سيد، شلون صحه؟ الله يخليك، الله يحفظك. بيتكم بعيد ها؟ لا شوية المسافة منه. لا احنا جيناكم صار احنا بعيد ايه؟ طبعا بعيد 3-4 ساعة عن الولاية. احنا بالضبط وين؟ احنا الخماس طفيل. اللي هي وين تصير؟ قريبة من منو؟ من عوفي. قريبة من عوفي. نعم. انت حضرتك ممكن تعرفينا بنفسك بالتفصيل؟ نعم، فاطمة عبد الهادي الشعلان، ماجستير علم النفس التربوي، دكتورة حاليا بحثية تدريسية في ثانوية قبال البنات. اها نعم. ماجستير علم النفس التربوي. نعم. هذا اختصاص جدا مهم، اختصاص دقيق. نعم. وايضا دكتورة نفس الاختصاص عندنا بالمدارس يعني اختصاص علم نفس التربوي اللي هو المرشد، مرشد التربوي للمدرسة، واللي هو دوره مهم جدا. يعني شو يسوي هذا؟ الركيزة الأساسية لمشاكل الطلاب، المشاكل المدرسة، أيضا الأشياء اللي يعاني منها الطالب، هو صديق الطالب وصديق التدريس. يعني المفروض بكل مدرسة أكو مرشد واحد؟ احتمال أكثر، يعني إذا كانت الأعداد مثلنا إحنا مثلا إحنا عندنا 1000 وفوق بنية بالمدرسة، فنحتاج أكثر يعني من مرشد تربوي بالمدرسة. انت قلتي 1000 وفوق ايه؟ بنيه بالمدرسه ايه؟ هاي شنو تلاميذ ذولا؟ طالبات. نعم ثانويه يا مرحله اول للسادس، ثانويه دوام ثلاثي، ثانويه دوام ثلاثي، يعني توقع طالب السادس دوام ثلاثي زين، يعني الدرس 25 دقيقه 25 دقيقه زين ايش يلحق يعني الطالب؟ المدرسه ما عندنا ومدارس هذا الطالب ما يلحق، المرشد التربوي ايش يلحق؟ لا يلحق شويه منا وشويه من العشره. اذا هو واحد بالمدرسه ايش يلحق؟ اذا زين بس المفروض ايش يعني قد كم مرشد؟ 2 أو 3 بالمدرسه؟ لا المدرسه ككل، مثلا المتوسطه لها مرشد، ثانويه لها مرشد، وإنهم مساعد ماكو مشكله اذا كانت الاعداد واضحه. البعض يقول الباحث الاجتماعي هم ضروري يكون موجود. كلش ضروري، الباحث اللي هو بالمحكمه يشتغل هناك شغله. اريده بالمدرسه. بالمدرسه لا، المرشد التربوي المنسقين الصحيين اللي هو نفس المرشد التربوي يصير منسق صحي زين، فهو هذا مجال عمل. شنو وضع المدارس هنا عندكم؟ مزري جدا. ليش؟ المدارس عندنا طلابنا قاعده بالقاع، كتب ما عندنا، الصفوف جدا قليله، متوسطة ما عندنا، دوامنا ثلاثي، يعني أتعب طبقة عندنا هي المدارس هنا، كلش تعبانة مدارسنا، ومدارسنا قامت يعني رحلات ماكو؟ ماكو، طلابنا قاعدين على القاع، والأهالي جمعوا فلوس وبنوا صفوف،
وايضا الصحيات، هذا واحد من الناس. لا دور مديريه التربيه شنو؟ والله ما اعرف شنو دورهم. زين جاكم مسؤول من؟ لا ما يجينا مسؤول، يجينا المسؤول بس بوقت معين ويروح بس يسجل او يطلب او يقول شنو اللي محتاج ويروح وخلاص ينتهي الموضوع باللحظه اللي كان بيها، يعني ما وراها تنفيذ ولا اي شيء. ويبقون هاي طالبات ظالات بالقاع او مثلا قاع شنو فرشين مندار شنو؟ هيك هيك، او كل اربعه برحله الطلاب، كل اربعه يعني طالبات كبار كل اربعه برحله، والابتدائيه نفس الشيء. يعني الناس جابت تانكات مال مي وخلت المغاسل وخلت مقاعد وسوتها وصبتها مثلا ورتبتها حتى الطلاب يفوتون للمغاسل، شلون يفوتون للمغاسل؟ مي ما بي. فالناس زين المي منين يجيبوه للمدرسه؟ عندنا اسالة، عندكم اسالة اكو؟ اسالة نعم. زين رحمة؟ اي بس هاي اكو قنطره هيك قريبه على مدرستنا كانت مهدومه الاسبوع الفات، الناس جمعت وتبرعت بها وسوتها. الطلاب يخافون يروحون للمدرسه، شلون يعبرون؟ والقنطره واقعه مالت المدرسه. أنا افتهمت أكو مدرسة بعيدة للبنات، فأكو نعم. بعض الأهالي بطلوا بناتهم. نعم. لأن بعيدة الناس ما تتقبل إنه بنتها تروح وتبقى المدرسة الوقت متأخر. ايه. فتعرف أنت وخصوصاً بهذا الوضع الناس تخاف، فالبنية يبطلوها يعني. بطلوها. أي بطلوها. وأكو بنات بطلات مدرسة. أي بطلوها يخافون، الناس تخاف يقول لك أنا بطلها من المدرسة أحسن ما باكر تجيني مشكلة. الله. وتتأخر وخطوط وروح وتعال، وأنا ما أدز بنت ويا واحد ما أعرفه. إيه صح. ومدرسة بس يعني بعيدة علي. زين هذا الجدول ليش هيك مهمول؟ ماكو ماكو مي ماكو، الناس هنا ما عندنا مثلا ما عندنا بلديه، ما عندنا عمال بلديه، فالناس تضطر انه وين تودي الاوساخ؟ انت تعرف الناس هنا تكومها يا اما يحرقوها بعد فتره يا اما هنا يذبوها بالجدول. زين وهنا حتى المي ما يصعد، يجي هو ثلاث ايام او يومين يوصل منطقه معينه ويقطعوه، وهنا من المضخات جاي يجي المي بالعكس يعني للناس، وحتى الزراعه كلش قلت لان جاي ما الناس ما جاي تحصل مي حتى تزرع. هاي منطقه زراعيه؟ منطقه زراعيه. شو اسمها هاي المنطقه؟ نعم. الخماس اطفيل. زين وبيها هواي ترى ناس، كلش هواي بيها اعداد داشين، كلش هواي بيها ناس. قد يعني؟ هواي هواي الاف يعني. يعني الف؟ ايه داشين الف. ما يقارب اكثر من 6000 بطاقه تومينيه. ايه. من 6000 الى 7000 او 8 صارت حاليا 8000 بطاقه تومينيه حاليا. هاي المنطقه احنا منطقتنا هاي من غير العوائل اللي بعدها، هذا ويا اهله، هذا ويا امه، هذا ويا ابوه، هاي بس البطاقه واحده 8000 بطاقه تومينيه. وبالتالي بالصف كم طالبه؟ 65 69 طالب، 67 والصف 4 في 6 يعني صغير. زين اكو كرفانات، كرفانات يعني بها هاي الاعداد، ومراوح ماكو، يعني كلش تعبانة عندنا الوضعية بالمدارس وبشوارعنا وكهرباتنا كلها تقريبا نفس الوضع. ليش هاي المنطقة مهمولة؟ يعني ما حد يقدم لها خدمات، شنو السبب؟ داعي لها مثلا ما حد، حتى اللي صعدوا من عندها ما سووا لها شيء. زين ما يداعوا لها مثلا، ما يجيب لها مثلا حق، ما يقول مثلا هاي، حتى يشتغل على قد اهله يعني داير ما دايره، ما يقول مثلا هذا الخط على طول من البداية للنهاية هو تابع لي، لا هو يشتغل على قده يعني. لهذا السبب انه ماكو اي تطور بمنطقتنا. العفو انتم مقدمين شهداء؟ مقدمين اكثر من 400 شهيد. 400 شهيد اطفال. اسد عندنا وعندنا 50 شهيد في سبايكر بالوقت هسه، لحد الان اكو مثلهم لحد الان جثث مالتهم ما اجتنا لحد الان، يعني هاي احنا هسه يعني اكثر منطقه بالطفيل هسه احنا بناحيه الكفل احنا معطين شهداء. هذا صار 30 40 سنه من النظام البائد ولحد الان. وبعدين احنا كملنا، احنا جمعنا فلوس من عند العشيره والمنطقه كلها جمعت على من على البيوت وبلطنا هذا الشهر احنا نفسيته. وهسه الحكومه مالتنا صار لها تقريبا اكثر من 25 سنه او 30 سنه الحكومه الحاليه لا تبليط لا تصحيح لا مثلا شافونا ايش عندنا ما عندنا، مهمولين لحد الان، لا عندنا مثلا واحد يدافع عنا. وبالتالي انت قررتي مقدمين كعضو مجلس محافظه بابل، ايش راح تسوي لهم؟ ان شاء الله لانها بالواقع الخدم اللي موجود بمدارسنا شوارعنا كهرباتنا مو بس منطقتنا، يعني هي الحله عامه بابل هي نفس الوضع، شوارعنا سأل اروح للدوام واجي ترى واسط انا داومت بيها اجيت لقيتها مزريه يعني جزء السنه عليها ما شاء الله تعال شوف شلون يعني قلبوها من حال الى حال. اتمنى انه بابل تصير مثل كربلاء او مثل واسط او مثل النجف، مداخلها شوارعها ايضا منطقتنا نفس الشيء، المناطق المجاوره لمنطقتنا من ناحيه الكهرباء. انت وين تشوفين نفسك باي لجنه في مجلس محافظه بابل؟ ان شاء الله بلجنه الاعمار، ان شاء الله ان شاء الله يعني لجنه الاعمار والخدمات. انت امام مسؤوليه كبيره ان شاء الله، مسؤوله امام الله وامام الناس اللي راح تخلي ثقتها بي واللي انقل الواقع
وان شاء الله اساعدهم واكون عند حسن ظنهم. في هذه المناطق شنو دورك في دعم المرأة؟ اكيد ادعم المرأة اني باعتبار يعني انت تدري احنا ما شاء الله يعني هنا المرأة وضعها زين زين يعني مو مثل الحمد لله وشكر نسبة الطلاق ما عندنا جدا قليلة يعني المرأة هنا امورها زينة وعندنا هواي خريجات عندنا موظفات زين كلش هواية هواية عندنا خريجين من العنصر النسوي يعني زين وتقوم بدورها وجدا عادي وانا مساندة للمرأة احنا نتمنى لك التوفيق طبعا وان شاء الله ربي يعني حتى اهالي المنطقة كلهم يرتاحون يعني دا اشوف على وجوههم يعني مالين بصراحة ملوا كهرباء الصيف احنا ملينا منها يعني احنا هسه على رافعات القدره الكهرباء ما تجينا عادي لا احنا خالي رافعات قدره للبيوت للثلاجه للمجمده للسبلت للمبرده حتى يرفع الكهرباء العادي كهرباء 130 عندنا 140 ما تشتغل اذا مو رافع قدره احنا كل جهاز خالي له رافع قدره هنا 250 الف 500 600 150 حسب الفولتيه مالته يعني السعر مالته فاطمة عبد الهادي شعلان قائمة ابشر يا عراق 143 تسلسل 24 مشاه الكرام يعني هسه انتم شفتوا هاي القنطرة وايضا شفتوا تعال 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 شوياك شلونك شو اسمك علي جدول ليش ما تسبح بي؟ تقدر تسبح بي؟ ليش؟ لا شوفه شلون مرتب خلاص انت شنو رايك بي؟ زين يعني واحد يقدر يسبح في هذا الميل ولا لا؟ لا ليش؟ خلاص وصل في سمك؟ ايه شنو سمك؟ سمتي شنو؟ هذا زوري ما اعرف هذا الماي بي سمك؟ ما بي سمك بالتالي مشاهدينا الكرام هاي المناظر موجودة في أغلب المناطق حقيقة يعني لو نلقى مثل هيك مكان عيني بس ناشف ما بي ولا قطرة مي لو نلقى بهالطريقة هاي زين وين المي الصالح وين المي النظيف اللي تقدر مثل هيك مناطق تستفاد من عنده بالزراعة سقي الحلال اللي عندهم ربما يعني ترتيب هواية أمور ما أعرف زين المسؤولين ما ادري شنو دورهم بصراحه يعني انتم شنو دوركم عيني غير تلقون الحلول املنا كبير بهاي الانتخابات ان شاء الله تروح وجوه وتجينا وجوه جديده بقوه الله انتظرونا بعد هذا الفاصل اهلا بكم مشاهدينا الكرام ما زلنا في محافظة بابل تحديدا مركز الحلة في منطقة محيزم كما تشاهدون نحن في مضيف عشيرة الطرودي احدى عشائر الجبور نتشرف بهم عشائر العراقية لها دور كبير وبارز في حفظ امن العراق وبالتالي اليوم نريد ايضا نتحدث عن هموم هذه المنطقة ومعاناتها في ظل هذا التقدم الذي يمر به العراق وهذه القرارات الجديدة والحزم الإصلاحية إلى غير ذلك ولكن هنالك مناطق في عموم العراق تحتاج إلى وقفة حقيقية من المسؤول العراقي فتش عنها يبحث عنها يعني هو من يفوت في مركز المدينة ويشوف هاي العمارات والبنايات ما شاء الله حقيقة احنا انبهرنا بها لكن هاي موجودة بالشارع العام مجرد انه تتعدى الشارع اللي بعد هذا الشارع العام شارع الفرعي شوف مآسي تبليط ماكو مجاري ماكو مي مرة اكو مرة ماكو كهرباء ما اعرف شنو محولة مدريش بيها مدرسة ماكو عموما خليكم ويانا مشاهد الكرام اريد اعرفكم بشخصية مهمة اللي هو مختار المنطقة وراح يسولفنا عن المنطقة وبعدين ننتقل الى جزءنا الثاني لشخصية اخرى مقدمة الانتخابات مجالس المحافظات والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ سلمك وعافيك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ خليل دبال مختار منطقة محيزم. يشرف بيك. المختار اليوم شنو دوره؟ دائما المختار دوره أمني وخدمي. أمني وخدمي، أمني يعني شو يسوي؟ أمني يعني دائما الاعتماد من
الجهات الامنيه تكون على المختار، لانه الواجهه المباشره مع المواطن هو المختار. يعني هسه انا اذا اريد اجي اسكن بهاي المنطقه، نعم، شنو دورك انت؟ شو تسوي يعني؟ لازم اجي عليك لو شنو؟ لو انت تدز علي لو شو تسوي يعني؟ ما اعرف. هو ان كان انا ادز علي انت ادز عليك او انت تجي بالحالتين، يعني انت لازم اكو شروط معينه وضعتها الادارات الامنيه نقوم بها، انه تجي نعرف من اي منطقه جاي ونبلغ بها الاستخبارات الامن الوطني كذا، لانه هذا حتى تكون خلفيتك الموجوده. بالتالي انت عندك تواصل وياهم هاي الجهات الامنيه الرصينه؟ نعم، باستمرار احنا تواصلنا مع الجهات الامنيه، احنا حلقه الوصل بين الجهات الامنيه، مو بس الجهات الامنيه، الجهات الامنيه والخدميه والمواطن. ممتاز. نعم. ممكن تحدثني عن هاي المنطقه ايش بيها؟ الحقيقه منطقتنا معاناتها جدا صعبه، يعني صايره بين الجنه وبين النار. شلون؟ المشكلة هاي المنطقة كانت سابقا أراضي زراعية، وحقيقة هي كانت سلة محافظة بابل من المواد الغذائية وبساتين. أيام النظام السابق كانت بها مياه ويطون كيمياء وكذا، هذا اللي تعرف الفلاح. فبعدين فسخت العقود بعد 2003، الأراضي جفت من الماء، بدأت الناس النزوح اللي تعرف اللي صار بعد 2003، انفجار حقيقة من العوائل، انفجار كبير كانت هاي الناس كلها زمن صدام مكبوته من انفجرت. اجى اللي 50 متر اللي 100 متر يقعد يسكن، فصارت عشوائيه، لا بها شوارع خدميه مضبوطه لا بها. فتجينا الحقيقه كهرباء حصلنا عليها مع العلم انه متضعضع، لكنه كاسم تسميه كهرباء موجوده، مي ايضا كذلك موجود لانه الطونه لانه الخط الناقل. فبقت عندنا حالات حقيقه يرثى لها، وهي يعني انا هسه اللي عندي انا حاليا ضمن منطقتي 1200 طالب وطالبه، دول ال 1200 طالب وطالبه ما عندهم مدرسه. يعني هسه بهاي المنطقه ماكو مدرسه؟ ابدا ماكو مدرسه، هاي واحده. بعد وين يروحون يداومون؟ هي المشكله، يروح لو لمركز المدينه على منطقه الثوره او لبغرق او السنجار، وذن كلهم مخاطره وخطوط. زين، الناس اللي عندها امكانيه تقدر تروح، لكنه اللي بقوا هسه ذول 1200 يعني ذول الزبده اللي الناس بحيث انه معدمين. وضعهم المادي مو زين. وضعهم مضطرين انه وشلون سوينا مدرسه كرفانات بال 2014 نهايه 2014 من اجونا النازحين. احنا كانت منطقتنا فاتحه اذرعها بصراحه لاخوتنا النازحين، لانه انا بس منطقتي جت بها 85 عائله. سوينا مدرسه طوارئ كرفانات. الكرفانات تعرف استهلكت هسه صار لها 7 سنوات. نازحين منين جوا؟ اجوا من المناطق الغربيه. كل اطياف استقبلتوهم؟ استقبلناهم بالعكس، فتحنا بيوتنا لهم، واحنا صاروا هم اهل الدار واحنا الضيوف حقيقه، لانه طباع العراقيين وما هذا موجوده. فبنوا لهم مدارس 7-8 كرفانات ما تطورت. تدري الكرفان من تجي رطوبه تجي غيره هسه قام يكهرب. الناس من تبني تعلي صارت الموقع المدرسه ناصي. فهسه لا المدرسه بعد توفي بالغرض، لانه الاعداد جدا جدا عاليه. زين، اكو اراضي يعني مخصصه لبناء مدرسه مثل تخصيص؟ ماكو، هي مشكلتنا احنا بالتخصيص. قاعد شلون يبنوا لك احنا مدرسة؟ اليوم شيء بشيء اذكر، احنا اليوم طلعنا مظاهرات للمحافظه والتقوا بينا الساده المسؤولين الحقيقه، انه هاي الارض لحد الان حتى ما يعرفون مجهول الهويه. يعني ابو الزراعه يقول مو مالتي، ابو البلد يقول مو مالتي. يا ارض هي هاي كل الارض، هاي ال 1200 عائله وهاي الارض اللي موجوده اللي احنا على اساس انه اهالي المنطقه ارتأوا من عندهم، انه ذن 5 دوانم يحافظون عليهم او 4 دوانم يحافظون على يردون بهن مدارس، بلكي طلابهم يصيرون بها يسوون حصون متوسطه وابتدائيه ومستوصف. ها مستوصف ها ماكو؟ ماكو هاك مستوصف، ماكو لا مستوصف ولا بيت صحي ولا اي خدمات. اللي يقول لك خدمات يقول له ماكو ابدا. انا مسؤول عن الكلام هذا، انا راجل اعتبر تابع للدوله، يعني انا مسؤول عن الكلام من اقول هذا الشيء. تبليط هذا بزمن بعد السقوط وانهار انتهى، ولحد الان اي خدمات ماكو. مي اكو نعم، كهرباء قسم من الناس عندها كهرباء، لكن تنقص الكهرباء الاعمده، تنقص الاسلاك، لانه هسه كتير انت من جهه هسه الواجهيه كهرباته زينه، لكن تنزل هناك كهرباته 120 فولت بالوقت الحاضر. يعني اكو الشغلات حقيقه، احنا نجينا لبت موضوعنا انه اكو قرارات من رئاسه الوزراء وكلكم تدرون بها، العراقيين والناس كلها تدري بها، انه اكو قرارات تمليك الاراضي لشاغليها ضمن الحدود البلديه، واحنا ضمن الحدود البلديه. نريد نشوف مصيرنا وين صار من الشهر الثالث، واحنا هسه الشهر
باكر شهر 11 مو صحيح؟ هاي الفتره شنو العمل اللي سووه؟ تروح له يقول لك انا ما عندي تخصيص قطاعي، يعني ما مسوي قطاعات يا بنت اطلع انا المواطن اسويها؟ لا احنا ما نقدر الا يجي مكتب استشاري، المواطن يجيب المكتب الاستشاري؟ فاحنا نعيش بمعاناه جدا عاليه الحقيقه، واحنا نطالب من هاي الجهات انه ينظرون لهاي الناس بنظره الابويه. الحقيقه كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته، الدوله مسؤوله عن هذا الشعب. انا من جيت وصرت من ضمن هذا الشعب وسكنت بهاي المنطقه، انت من حقك واجبك علي، من حقي انا خدمك، لكن انت من حقك تخدمني ايضا، تخدمني بالمي وبالكهرباء وبالتبليط وبالمدرسه. هذا ابني، هاي الاطفال اللي ما عندها ناس امكانيه، شنو ذنبهم انهم ما يتعلمون القراءه والكتابه ويصيرون حاله حال الناس؟ ليش يعني؟ يعني هذا سؤال علامه استفهام، ليش ابن الفقير دائما مسحوق بمعدوم؟ ليش ما الا حصه بالتعليم؟ ليش يعني؟ زين سؤال، كم شهيد قدمته؟ والله اذا انا بالنسبه لي ما مسوي جرد، لكنه اكثر الناس بهاي المنطقه تقريبا منطقه الحله وهاي اسال عليها غيري، انه هذول عندهم خصلتين حقيقه ما توفر باقي المناطق. اولا خدمه زوار الحسين، هذه لانه احنا صارنا على طريق الحسين، والله بيوتنا نفرخها للزوار، هاي حاله. الحاله الثانيه بعد من صارت الفتوى ثق واعتقد شب وشايب شباب ونساء كل احنا، والما يقدر ما قدر يعني يروح وحالته الماديه ما تساعد او مرتبط بعمل، يعني فرق حتى ملابسه ودهن. فاحنا ذن اللي من نادانا الوطن احنا مشينا، لكن على الوطن نريد من عنده ان حق بها الوطن لو ما ان حق. احنا هذا سؤال يسالوه عن المنطقه على لسان مختارهم، انه هذه المواطنين اللي ساكنين بهاي المنطقه لهم حق بهذا الوطن لو ما لهم؟ هاي الاجابه اذا ان حق اعطونا اياه، واذا علينا واجبات وما ننفذها لا بالله قلونا هاي واجباتكم. احنا نريد نشوف الواجبات اللي علينا ننفذها بكل الخدمه، خدمه الناس بالمستطاع، الوطن دائما احنا ضحينا من قديم ولا حد هسه. شنو اللي قدمنا الوطن؟ صار اريد احس بوطنيتي انا، اذا ما عندي ملك بالوطن بهذا الملك يجيني المسؤول يقول لي اطلع برا انت متجاوز، انا بعد ظل عندي وطنيه؟ لو قتل الوطنيه، لان انا من ابني زين، من انا فلاح ومثلا ابويا فلاح، انا شنو مصير؟ انا باكر من كبرت وعجزت، وابني هسه ما عنده امكانيه، باكر شنو مصير انا من كبرت؟ مو انا اقصد على كل المواطنين انهم حقوقنا ما لهم حقوق. فاحنا نطالب الجهات المعنيه والجهات المختصه انه يسوون لنا حل سريع جدا، لانه الناس حقيقه تضايقت، واليوم بدت مظاهراتها. يعني انا حاولت ارجع الناس، لكن بعدين اضطريت اروح وياهم وقلت لهم عم هالاعداد كلش عاليه. استقبلوكم؟ استقبلون الحقيقه، استقبلون. النتيجه شنو؟ لا لحد الان اليوم النتيجه اليوم. ايه؟ اليوم يعني احنا رحنا بس النتيجه بعد لحد الان. قالوا لكم هذا كتاب روح للزراعه شوف انتم تروحون لهم يدزون كتاب. لا احنا ما يخالف هسه موافقين، لكن احنا نريد النتيجه بالاخير، هل يوفرون هاي الامور ولا ما يوفرون؟ وبالتالي يعني هسه من حقنا نطالب بمدرسه لو من حقنا. بالتالي انتم الانتخابات قريبه مجلس محافظه. نعم. بالتالي انتم مرشحين شخصيه؟ كشخصيه معينه احنا ما عندنا، تدري احنا صاير هاي المنطقه شوف عددها 8000 نسمه او 6000 نسمه، تصير المرشحين علينا كثافه عالية حقيقه، لانه ماكو مرشح من المنطقه مخصوص، فتصير علينا كل ساعه واحد يجينا، لكن احنا كشخصيه معينه لحد الان نريد ننفعنا حتى ما نكذب على واحد، يكذب على حتى نكون صريحين، احنا نريد المرشح اللي ينفعنا، اذا ما ينفعنا ما حقيقه ما تطلع الناس من هاي النقطه. بالتالي استاذ السلام عليكم. السلام، ممكن تعرفني بنفسك؟ انا المرشح المحامي اياد هادي القسبي، مرشح تحالف ابشر يا عراق. قد تسلسل؟ تسلسل 29. سمعت الشيخ ايش قال؟ اي طبعا. قال احنا نرشح الشخصيه اللي تنفعنا، تقدم لنا خدمه. بالتالي انت امام مسؤوليه انه تقدر تقدم خدمه لهاي المنطقه اللي هي مثل ما تفضل الشيخ، لا تبليغ، مدارس ماكو، مستوصف ماكو، يريد البيوت تتملك، هاي راد لها قرارات، قرارات جريئه وشجاعه. عندك الإصرار والرؤية والتخطيط والمقترحات حتى تقدر أنه تقدم الخدمة لهذه المدينة؟ شكرا جزيلا للسؤال. أنا حقيقة متواصل ويا المنطقة منذ 4 أو 5 سنوات، وأعرف معاناتهم وعلاقتي قوية وياهم، وتقريبا يعني اللي نقدر نقدم الخدمات لهم والعوالهم يعني يعرفونه. أما على موضوع التطويب أو التمليك، هذا الموضوع حقيقة أنا سبق وأن قلت للشيخ المختار يسوي لي وكالات واسعيلهم بيها، بس انا اصطدمت
بان هي الارض بلديه ما دي يقبلون يعني لا دي يخصصوها. زين الانسان بلا وطن يعني ما له وجود، مدرسه ما عندهم، باشر عقبه بس تصير الامطار المنطقه تغرق ويصيرون شلون اللاجئين. فان شاء الله بكل جهود يعني اسعى سواء بالحكومه المحليه او بالتنسيق مع الحكومه المركزيه، فبجهد الامكان ان نحصل لهم الوطن اولا وبعدين الخدمات. يعني الخدمات يعني صارت ضروريه، المدرسه ما اعتقد في الموضوع صعب على الدوله، حتى لو متجاوزين حتى لو ارض الدوله. احنا قبل فتره رحت المنطقه يسموها البصاروه، نفس الموضوع قاعدين ويا المجاري خطيه، هو هذا اذا عنده وطن وعنده ليش يقعد هنا أنا. فما ادري يعني المعوقات ان شاء الله نذللها بخدمه المنطقه والله يعيننا ان شاء الله. زين ليش يعني انت فكرت انه ترشح لانتخابات مجالس المحافظات وتكون عضو مجلس محافظه بابل؟ انا بصراحه يعني عمري وخبرتي بال يعني بابل مهمله، ويعني يعني حقيقه هي المحافظه الوحيده بالعراق مهمله بشكل مطلق، رغم ما يعني الحكومات اللي اجت المحليه ما حد قدر يخدمها. خاف تخصيصات ماليه ماكو؟ لا تخصيصات اكو، موازنات واكو اموال تدخل، بس ما اعرف يعني حقيقه يعني ذول الاشخاص لو مسوي لهم مشروع واحد يخدم المدينه كان ذكره وبخير. فكل شيء ماكو، لا نوع الخدم، لا الترفيه، لا المؤسسات الصحيه مخدومه، لا الزراعه، لا المياه، يعني ما اعرف شلون يشتغلون ما ادري يعني حقيقه. فاني على هالاساس يعني ضميري ما سمح لي ان ابقى يعني مشاهد ومستمع، فقررت ان ارشح لخدمه الناس. انت اختصاصك قلت لي شنو؟ انا اصلا عندي اكثر من شهاده، اصلا انا بالصحه شنت اختصاصي طبي وخلصت قانون وطلعت تقاعد، وعندي ماجستير بالقانون الجنائي وهسه حاليا محامي. محامي، احنا نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. وان شاء الله تخدم هاي المنطقه وتحصل لهم كل الامور اللي يحتاجوها، واحنا ان شاء الله نجي بعدين نصورك ان شاء الله اذا فزت وصرت عضو مجلس محافظه بابل. اي تفضل قول. استاذ الغالي مشاهدينا حتى تكون على بين القضيه، انه هاي المنطقه من كثره انهم فقره والناس عينها عليها، اكو متبرع اجى قال انا الابني بناء المدرسه بكامله عليه وما يطموها فقط. منو ما يطي؟ بالدوله ما تطموها فقط. زين ها هي عندك شيء بعد تقوله؟ يعني هذه الموافقه لما الدوله لا تخسر منها شيء وارض موجوده ومتبرع موجود، ليش ما يطوم موافقه يبني مدرسه؟ جاب لهم التصاميم الكامله، قال لهم ضمن الاصول اللي تردوها وموجود المتبرع على حسابه على حسابه الشخصي. ما قبله ما قبله. أنا أشكرك جدا، أشكرك جدا أستاذ، وأتمنى لك التوفيق. عندك شيء تريد تقوله؟ لا ممنون جدا وإن شاء الله أوفق الجميع. الله يخليك. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام هذا الجزء من هذه الحلقة حبيت أنوه النقطة مهمة ذكرها الشيخ، اللي هي مسألة أنه من يجي متبرع يريد يتبرع حتى يبني مدرسة، أو واحد مستثمر يريد يبني جسر، يسوي جسر يربط من هاي المنطقة لهاي المنطقة حتى يخفف الازدحامات، لو يقولوا له طينا فلوس، لو يقولوا له تعذرنا. يعني ما أدري بمصلحة منه، شجاعة من المسؤول يوقف عمل إنسان يريد أنه يقدم خدمة للمواطنين منكوبين؟ يعني هالشي يسموها زين؟ واحد يمن يشتكي، هم اثنين، أكو متبرع وأكو مستثمر. أكو مستثمر ما يريد فلوس، هو يريد يتبرع من عنده، بس هو شنو عنده إمكانية والله نفضل عليه، بالتالي يريد يبني له جسر في مكان معين، وهاي صارت في بغداد. يعني ليش دا أقول لك شيء بشيء يذكر حجي؟ ما خلوه، قالوا له إلا تعطينا فلوس، وافتروا وراحوا مكتب رئيس الوزراء وابو المعرب منه، وصعد على التخطيط ورجع على الاستثمار وكذا، خبله. والنتيجة شنو؟ يريد يسوي جسر ما يقدر. ونفس القصة هنا في بابل، يريد يبني مدرسة مجانا ما يخلوه. نتمنى من الوجوه الجديدة إن شاء الله يكون عندهم إرادة وحزم وشجاعة لتغيير تلك الوجوه بوجوه أكثر فاعلية، أكثر نشاط وحيوية، لتغيير وجه بابل ووجه العراق بوجه سعيد من خلال تقديم الخدمات لشعبه. انتظرونا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في جزئنا الأخير من برنامج إبشر، ما زلنا في بابل وموضوع آخر وأيضا موضوع جدا مهم، مسألة استخدام اليورانيوم المنظم في الحروب التي مورست بكل بشاعة ضد العراق. اليوم لدينا شخصية عراقية، محامي وإنسان يحمل هم، يحاول إيصال هذا الهم لأعلى جهة رسمية هنا في بابل، ففكر أنه يخوض انتخابات مجالس المحافظات علّه يعني الله سبحانه وتعالى ينجح في مسعاه ويكون عضو مجلس محافظة بابل لكي يدافع عن شريحة كبيرة. من هي هذه الشريحة؟ سنتحدث بها الآن. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ، شرفتنا. الله يخليك. المشاور القانوني السيف علي العبيدي، تسلسل 17 بقائمة أبشر يا عراق. شرف بيك. الموضوع حقيقة اللي غافلين عنه أغلب العراقيين أو المجتمع العراقي، اللي هو استخدام اليورانيوم المنظم في العراق. نعم. استخدمت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها. خليه براحتك. في حرب 1991 وفي حرب 2003 استخدموه بعدة أماكن وعدة محافظات. عمل اليورانيوم المنظم يدخل بتغيير الجين الوراثي. احنا يمكن اغلب الشعب العراقي غافل عن سبب ضمور في الدماغ او تلف خلايا الدماغ او الشلل الرباعي او الاعاقة، سببها اليورانيوم المنظم اللي سبب هذه المشكلة الرئيسية. احنا تنظر اكو عندنا دراسة وعندنا فريق كامل من المحامين يعمل على هذا الموضوع، سبب عدة مشاكل، واكو تقارير طبية انتقلت للفلوجة حقيقة وانتقلت للبصرة وانتقلت لعدة محافظات. اكو وزارة البيئة سابقا كانت وزارة البيئة ومفوضية العليا لحقوق الانسان، عندهم تقارير كاملة بالمواقع المصابة، من ضمنها في محافظة بابل عندنا مكان معسكر الحامية بن مسيب، عندنا الفدائيين اللي بحي الطيارة، وعندنا مديرية الامن ايضا مصابة، ولا يزال الاشعاع لحد هذه الساعة، لأن العمر الافتراضي لليورانيوم المنظم هو 4,500,000,000 سنة. بالتالي يعني هاي الفترة كلها لو افترضنا جدلا أنه هذا العمر الافتراضي صحيح، راح يبقى العراق ولاد لحالات مرضية كثيرة. بالضبط أستاذنا العزيز، هو يعني هدف القوات الأمريكية من استخدام هكذا سلاح، هدفه مو فقط حسم معركة سريعة. السبب الرئيسي لاستخدام اليورانيوم المنظم في العراق هو تغيير ديموغرافية الأجيال العراقية، يعني القضاء على الأجيال العراقية بصورة تدريجية. زين أنت شنو دفعك أنه تذهب للمحافظات بغية البحث عن معلومة؟ حقيقة يعني الحالة عندي بالبيت يعني متعايشة صار يعني تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة. ممكن تعرفني؟ علي ابني الصغير. الله يحفظك. بالضبط شنو حالته؟ حالته تشخيص بالعراق كان مبدئيا يقول ضمور بالدماغ او تلف بالدماغ، فراجعت احد الاطباء خارج العراق قال ماكو شيء اسمه ضمور خلايا الدماغ او تلف خلايا الدماغ، الخلايا موجوده حاليا بس الاعصاب المحيطه بالدماغ الغلاف الخارجي المحيط بها ضعيف ما مكتمل النمو مالته، يعني من تجي اعازات كهرباء يعطي عاز الدماغ ما توصل بصورة صحيحة. بالتالي سبب عدة يعني متخلف عن أقرانه، مو تخلف عقلي لكن متخلف عن أقرانه، مثلا العمر تشوف هسه عمره 11 سنة بس بتصرفات 6 سنوات أو 7 سنوات. وأن السبب الرئيسي له هو اليورانيوم المنظم. طبعا عندنا شهادات مدير مركز اليورانيوم بالولايات المتحدة، عنده فيديو 9 ساعات تقريبا يشهد ويؤكد استخدام القوات الأمريكية لليورانيوم المنظم بالعراق. وأيضا شهادة أطباء عراقيين اللي من عندهم دكتورة سميرة بالفلوجة عندها دراسة كاملة والدراسة عندي موجودة أيضا، ودكتور بريطاني قلت لك 9 ساعات تقريبا اعترافات موجودة من كل الأطباء خارج العراق وداخل العراق إضافة للضباط يعترفون أنه إحنا استخدمنا اليورانيوم بالعراق.
وبالتالي يعني ليش برأيك الجهات المعنية ساكتة عن هذا الموضوع؟ يعني حقيقة أنا انتقلت إلى وزارة الصحة، انتقلت إلى وزارة البيئة، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يعني بصعوبة حصلنا لتقارير، تقارير عندي كلها موجودة بصعوبة، يعني أكو تعتيم أو يعني أفد اتفاقية منهم لثيرون هذا الموضوع؟ عدم إثارة هذا الموضوع بالمجتمع العراقي. بالتالي أنت قررت أنه ترشح نفسك كعضو مجلس محافظة بغداد، وبالتالي أنت رشحت نفسك لهذه الانتخابات وخوضها من أجل الفوز بمقعد في مجلس محافظة بابل، ومن أجل يعني إيصال صوتك للمسؤولين، وأيضا أنه المطالبة بحقوقهم، حقوق المتضررين. أكيد أستاذ، يعني حقيقة عن الموضوع يعني راجع، يعني ذهبت الأكثر من جهة، يعني ماكو مصداقية حقيقة، لا توجد مصداقية عند الأغلبية سواء الجهات الدينية أو غير الدينية العلمانية مثل ما نقول. يعني انتقلت لهم أكثر من مرة، ذهبت لهم يعني توصل مرة من المرات، وصلت ملف لأحد الجهات بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قالوا ضاع الملف، انتقلنا من مكان أو مكان، جهة معروفة. وجهة ثانية الأخرى تواصلنا معهم ومتتصل بهم ما حد يجاوبنا على التليفون، ومتنفذين ومعروفين سياسيا بدون ذكر أسماء. انتقلنا لهم أنا وفريق العمل، طبعا قلت لك فريق العمل محامين، 15 محامي من كل محافظات العراق. نعم. أغلب محافظة العراق مصابة باليورانيوم المنظم، وحاليا طبعا اليورانيوم نسيت أذكر لك أستاذ موجود حاليا بالمياه الجوفية، موجود بالتربة، وموجود حتى بالهواء. يعني لو تقيس هسه نسبة اليورانيوم بأي مكان مصاب تلقاه مثلاً ألف ضعف عن المعتاد. زين شو الطالب؟ حقيقة يعني إذا الله وفقنا بهذه الانتخابات، ويعني نطالب أو نحاول نوفر مؤسسات تعليمية لهم، دمجهم بالمجتمع. يعني أنت من نشوف مرات أنا من أدخل كمحل مثلاً بقالة أو فشي، إذا أشوف مرات الشاقة ويا أحد المارين يمتعض، يعني ما اعرف ليش. يعني مره صار لي موقف، واحد شد من التيشيرت مالته يعني تنرفز وعصب، ما اعرف شنو السبب. ربما يعني ما عندنا ثقافه التعامل ويا مثل هيك حالات. بالضبط. ما عندنا ثقافه، يعني هسه احنا لا تلوم احد، يعني ما يخالف. بالعراق من تجي عليها ويقول لك هذا معاق او مخبل او ما اعرف شنو، بس حقيقه يعني مثل الدول البقيه يقول يعني مثلا ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني مجتمع العراق ما اعرف ليش ما متقبل الفكره هذه حقيقه. زين بالنسبه للمدرسه، اكو فد مدرسه يعني انت مسجله بهنا بابل؟ مدرسه حقيقه انا والدتي مديره مدرسه، يعني عندها اصف مرات تاخذه وياها هي، بس انه ما يندم ما ي... مو ذاك مو ذيش الرعايه الصحيحه اللي المفروض وين يعني وين يروح وين يداوم. اكو معاهد خاصه تفتحها الدوله، يعني تعرف انه بابل تقريبا 150 الف حاله. هواي. يعني بالعراق يتجاوز المليون، يعني هسه كل بيت، اذا مو كل بيت بين بيت وبيت بحاله. فيعني من الضروري يعني توفير رعايه صحيه لهم، توفير الادويه الصحيه لهم، توفير رواتب لهم. هسه الراتب يعني ينطوه، وانا ما مسجل على راتب يعني الحمد لله شكر الله ميسرها، بس يعطون القسم من عندهم يعطون 150,000 75,000، يعني 75,000 دينار شنو تريد اللي يسوي له؟ اكو قسم يسوي حالته زين الحمد لله والشكر. ما ياخذ ادويه؟ حاليا لا ما ياخذ، اي بس يعني اخذ طي فتره واقطع فتره. يعني الحالات المشابهه ياخذون ادويه؟ ياخذون ادويه، انا اعطيه فتره واخذ فتره، لان اذا تعطي ادويه تلود عليه ياثر على الدماغ بصوره عكسيه. بس اكو اطفال يعني لحد عمر 20 سنه خطيه هو يلبس حفاض. يعني وينطي الدوله، وها واغلب الاطفال من عوائل متعففه فقيره جدا. اكو فقيره سنه الالف الحمد لله والشكر، اكو عائله انا شفتها بالرعايه برعايه بابل عندها اربع حالات. الله. اربع حالات عنده بنفس البيت، يعني والله اربع حالات بنفس البيت عنده. فيعني نتمنى انه نتوفق في من اجل حمايه ورعايه هذه الطبقه، باعتبار صارت طبقه اجتماعيه كامله، هي من تعدادهم مليون بعد، يعني مو شيء هين ولا عدد قليل. باعتبارك مشاور قانوني
وتنعرض عليك حالات كثيرة فأنت مستمر بهذا الموضوع سواء انتخبت أو لم تنت أو لم يعني تحصل على إن شاء الله ربي تفوز. أنا أتمنى لك الفوز يعني حقيقة لأن أنت عندك فد موضوع مهم جدا وخطير جدا وإثارته حقيقة إجا وقتها يعني بعد كافي السكوت عن هذا الموضوع وما يعني ما سببه للمجتمع العراقي من حالات وآلام للأسر وكذلك يعني أربك الوضع تمام. أنت لا تتصور أستاذ أن هذا الموضوع اللي هنا وأنت يعني اليورانيوم كل ما يمر يوم كل ما تصير قوة تفاعله أشد من اليوم القبله. يعني أنت اليوم ما عندك عندك لنفرض اليوم عندك 10 ولادات كفرضية 10 ولادات عندك يعني احتمال تطلع 9 من عندهم أو 3 من عندهم العفو بعدها مثلاً بعد نقول سنتين أو 3 بعد سنتين أو 3 هذه العشرة كانت عندك ولادات عندك 3 من عندهم يصير 10 بعشرة يعني 10 كلهم مصابين. إيه ما أعرف ليش غافلين أو متغافلين حقيقة حتى وزارة الصحة متغافلة عنه وزارة البيئة قسم من عندهم يعني مثلاً يجي خبير ألماني يجي يفحص التربة يفحص الآليات العسكرية كانت بالبصرة يقول حجم اليورانيوم على المقياس 7000 ضعف عن الطبيعي 7000 مو 7 7000 ضعف. ومن يجي أول بيئة العراقي من يفحص يقول لا ما بي ربما الأجهزة المستخدمة عندنا يعني مو ذكية مو متطورة نفس الجهاز ونفس نفس التقنية بس تعتيم وتكتيم أفواه من قبل وزارة البيئة العراقية وزارة الصحة. احنا حقيقة ما نقدر يعني هم نجزم بهذا الموضوع على اعتبار ماكو احد من عندهم يعني حق الرد مكفول مشاهدينا الكرام ولكن يعني كنا نتمنى انه اكو احد من البيئة حتى يقول لنا يعني حقيقة لان هذا موضوع ما ينسكت عنه وخطير جدا. نعم تفضل. يعني انت من تجي ابو الفلوجة ابو الفلوجة يقول ايه عندي هذه الحالات موجودة. انا انتقلت للفلوجة وقعدت الرجل قائم مقائم الفلوجة قاعد مع محافظ الفلوجة محافظ الأنبار عفوا مدير مستشفى الفلوجة قال هالحالات عندي موجودة بس ما أقدر أعلن عنها. التقرير الثانية هو الرجل والدكتورة اعطتني إياه ودزت لي إياه ودزت لي حتى رقم تليفون الدكتور الألماني المختص اللي كاشف هذه الحالات بس إحنا ما دنا نعلن عن هذا الموضوع أو ما عايري أهمية ما أعرف. زين أريد أحكي ويا علي ممكن يعني علي شلونك حبيبي؟ زين هاك الزم المايك يلا انت شو اسمك؟ قلاوي. انت شو اسمك؟ تقولي بس قولي انت شو اسمك؟ زين انت تحب بابا؟ تحبني؟ تحبني؟ لا ما يحبني. ما تحبه؟ يعني تحب مو؟ زين انت هم تشوف افلام كرتون؟ تشوف افلام كرتون؟ ايه. شنو تحب يا كرتون؟ تستحي؟ خجول هو خجول. زين انت تحب الطوبة؟ تحب الطوبة؟ كم طوبة عندك؟ هو عندك 10 يمكن مو عندك 10 طوبة؟ حبيبي عذرا للسؤال اللي أرد أسأله أيه. بس يعني إن أمكن يعني إن أمكن يعني بس عندي تصير مرات حالات يكون مؤذي لغيره؟ لا ما مؤذي أبدا ما مؤذي كل الحالات المشابهة إلها تكون مو يعني عدائية لو أكو بها عدائية لا أكو قسم عندها مو عدائي عدائي يؤذي نفسه يعني ما يؤذي الآخرين يعني مرات مثلا هو يؤذي نفسه لان مثلا عندك اطفال التوحد خطيه يعني مثلا مو بعيد او يوقع من مكان او فشي او هذه زين بالنسبه ل انت كأب واحنا نفتخر بيك حقيقه الله يحفظك لان هيك انسان شجاع يتعامل ويا هيك حاله بهالدفو والحنيه الواضحه هذا شجاع انسان معتاد ممكن تحكي لي بالضبط مشاعرك انت لما تتعامل ويا علي؟ يعني انا حقيقه انظر له من يكبر يعني شنو مصيره صراحه بس هذا الشيء يعني يعني شنو يعني مثلا يعني وضح لي اكثر يعني يكبر عمره شنو مصيره يعني شنو وضعه وين شنو ما اعرف دوله شلون المفروض تتعامل وياه
اكيد الدوله لازم توفر، يعني مثلا تقول الدوله المفروض تكون هي الاب لكل الشعب، يعني من واحد لازم هو الدوله هي كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي، المفروض هي اللي تنظر مو بس انا انظر، المفروض هي الدوله تنظر للشعب كابنائها اطفالها من هذا الباب، تكون اب طبعا لكل العراقيين. شنو جوعان؟ شنو تريد؟ المطعم؟ روح مطعم؟ هناك عبد الله؟ اي خال. الله يبارك فيك. لا. شنو تريد؟ ناخذ عمر روح المطعم؟ ويحب يقعد بالمطعم. هسه روح هسه روح. اي خال. أنا تعبتك هواي. لا خادم. وأشكرك وشكرا لوقتك. الله يعزك. وأتمنى لك التوفيق، أنت إنسان تعبان على نفسك ومجتهد و مشاور قانوني وأب حقيقي. الله يحفظك. بتشرف بيك. سلمك الشرف. الله يعزك. إذن المشاهدين الكرام، إذن المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر، شفتوا اليوم يعني حاولنا أنه نسلط الضوء على كثير من المواضيع، هموم كثيرة في مناطق مختلفة في بابل، وحاولنا أيضا نسلط الضوء على الأخوة اللي هم موجودين في تلك المناطق المرشحين. الهدف من هذا الموضوع هو ليس ترويجي بمعنى الكلمة، وإنما محاولة لقول أنه آن الأوان أنه يتغير شكل العراق. كل المحافظات العراقية تئن من الوجب، خدمات ماكو، فعلا خدمات ماكو. أني أشكر الجهات المعنية اللي دا تبني جسور وتطور وتكبر الشوارع وتبني، خاصة بالآونة الأخيرة نشوفها في بغداد وفي بابل، أول المحافظات اللي بلشنا بيها. لكن مثل ما يقولون ما بين السطور، لا الأمور غير شكل. في المناطق البعيدة عن حدود البلدية الحياة غير شكل، ولكن ما بين السطور دائماً تختلف الأمور، ما بين السطور تختلف الأمور كلها. ليش؟ لأن ماكو تركيز عليها، لأن مو تحت نظر المسؤول. المسؤول من يجي يفوت بالسيارة مالته والحمايات والكذا، وين يروح؟ يروح بالشوارع العامة بالكذا، خلف الله عليه يسوي الأشياء عليه، لكن احنا نريد منه أكثر، نريد منجز منه أكثر على مستوى المحافظة، على مستوى مجلس المحافظة بتشريع القوانين، الرقابة، كذلك مجلس النواب العراقي اللي يراقب ويشرع، يراقب عمل رئيس الوزراء وكذلك الوزارات ويشرع القوانين اللي تخص الحكومة الاتحادية. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع هذا الشخص الشجاع اللي حقيقة ركز على موضوع كلش مهم، اللي هو استخدام اليورانيوم المنضب في العراق، ومثل ما نوهت نتيجة الحروب التي مورست على العراق، وأريد له أن يعيش هذا الشعب بهكذا حالات وتجر الكثير من المآسي والويلات. أتمنى من كل الأخوة اللي يعتقدون أنه بإمكان العراق أن يغير من وضع إلى الأحسن من خلال هاي الشخص، فأرجوكم اختاروا الصح، اختاروا الإنسان اللي تشوفون به أمل، أمل لبناء وطن دمرت الحروب، وأريد له أن يكون بلدا فاشلا، ولكن هيهات، شعب ذكي، شعب محب للحياة، شعب طيب، وأيضا شعب غني من خلال كرامته وشجاعته، والعراق غني. انتظرونا في حلقات أخرى من برنامج أبشر ومحافظات عراقية أخرى. إلى اللقاء.